لما الناس تخش. ماشي. حتى الآن إيه مادة حاسينها أصعب مادة في كل المواد بتاعت الترم الأول الجميلة ديت؟ ماس أنت يا ابني معايا استاذ. أتوقع المايكرو بروسيسورز هيكون في بروجكت. أي حد يقول أي حاجة يا شباب مش معقول. شباب اتكلموا يا شباب عاد، احنا مش في محاضرة واحنا مش في سكشن. يا عصام قول السيجنالز فيها برضه مش روعة يا نهار ابيض. بس كده هنحل الديفرنشال ايكويشنز ومجرى غدا. بس بيتهيألي المايكرو بروسيسورز في الغالب هيبقى فيها برضه مشروع. مايكرو بروسيسورز او اس وسيجنالز لغاية دلوقتي التلاتة مكتوب جنبهم كده؟ مش مكتوب جنبهم بس في الدرايف حاطين فولدر البروجكت. طب ما اشوف بقى المادة اللي هي بتاعت الويب ديت. انا مش عارف ليه خدوها في سنة كام. طيب احنا هنبدأ كمان دقيقتين. اللوجيك اوكي الماث طبيعي انما اللوجيك انا هعمل مظبط يعني. اوكي هنبدأ كمان دقيقة. اوكي ديت كده هي المواد المفروض ان انتوا هتاخدوها في الترم التاني. دولت اللي في الترم التاني، لكن دولت هما اللي انتوا اخدتوهم اوريدي في الترم الاولاني. فيكاد يكون ان كل مادة في الترم التاني ليها مادة شبهها في الترم الاولاني. فمثلا البريزنتيشن زي شوية، البروجكت مانجمنت، البروجرامينج زي شوية، داتا ستراكشرز، سيركتس هتبقى كأنها الكترونكس، واللوجيك ديزاين لسه لوجيك ديزاين، الالكتروماجنتيزم، الالكتروداينامكس لو انت خدت منه حته صغيره في الاخر. اي ثينك ماث هيبقى نوميريكال اناليسيس، وسيفل انجينيرنج ده بقى اكيد ملوش علاقه بيه اللي هو الميكانيكال انجينيرنج. هو كل سنه لازم نخلص قسم يعني، او كل ترم. فهو الترم ده سيفل، هنا ميكانيكال، بعد كده في ثانيه الترم الاول هيبقى بيتهيألي هتاخد قسم الالكتريكال باور انجينيرنج، وبعد كده في تالتة قسم اتصالات أو حاجة زي كده، عشان كده هو أصعب قسم. المهم فالمفروض احنا لسه مش متأكدين ان انتوا هتاخدوا project management في الترم التاني ولا لأ. فلو حد يعني في العادي المفروض ما بتاخدوش project management في الترم التاني أصلا، المفروض تكونوا بتاخدوا، المفروض يكونوا بياخدوا ايه يا عبدالله؟ تكنيكال رايتنج صح؟ تكنيكال رايتنج. فاكر ان احنا اخدنا تكنيكال رايتنج الترم ده مع البرزنتيشن. يعني هي جارانتيد ان انت هتاخد بروجكت مانجمنت صح؟ غالبا لو انا فاكر الدكتور كانت قالت حاجه زي كده. طب مين اللي قالت لكم مين اللي هيديكم ها ولا هي هتديكم ولا اصلا الدكتور يعني ده بيجي لنا بالعافيه، شايل دي سنه اولى وثانيه.
هي تقريبا دكتور نسرين مش هتكمل تقريبا او حاجة زي كده. طيب ما هو احنا اصلا بناخد project management ديت، احنا اصلا بناخدها حاليا في التانية الترم الاول، فكل اللي حصل فيها so far ان اول محاضرة كان فيها concepts متعلقة بال project management، ادارة المشروعات، وبعد كده من ساعتها presentations، يعني بقى الطلبة او احنا اللي بنعمل research عن ال project management وبعد كده بنعمل عليه presentations. فهو شبه ده قوي الكلام ده لحد الميد تيرم. انا بعد الميد تيرم قعدنا في البيت. عبد الله ايه اللي حصل من ساعتها؟ هو الدكتور أساسا في أول حصة بس قسمنا تيمات كده كتير، حوالي 8، من 5 لـ 8 أفراد في التيم، وكل محاضرة بيقول عاوز مثلا تيمين ولا 3 المحاضرة الجاية يعملوا برزنتيشن عن كذا. بعد الميد لما الموضوع بقى كله أونلاين يعني خلاص وقف الحوار ده، وبقى بيدينا محاضرة بيقعد يشرح فيها حوالي 40 دقيقة لساعة خلاص، وفي الآخر طلب مننا ريبورت في الأجازة. في الأجازة لسه مسلمين امبارح. مظبوط. هو النص اللي بعد الميد تيرم كان متعلق أكتر بالفاينانس وكده الاقتصاد، إنما اللي في الترم الأولاني ما كان لو في أصلا أونلاين ما كناش بنعمل فيه أي حاجة، ما كانش بيحصل فيه حاجة. فالمهم يعني المادة دي almost خلاص يعني لو هتاخدوها، فاللي حصل عندنا شبه قوي اللي كان بيحصل في البرزنتيشن. لو حد حاسس بعدها ايه في المادة دي فطبيعي، يعني مادة توهان ليه كده؟ مش ما تخافوش يعني بتسلك. ايوه بالظبط، ان شاء الله كل حاجة فيها كويسة جدا في الاخر. ان شاء الله. المهم ان بعد دي يعني هو هنا كل الموضوع presentations و reports وبرضو محاضرات عن project management او الفاينانس او كده. فده بالنسبه للماده ديت، فممكن نعمل عليها صح. اول حاجه، في اي حد عنده سؤال تاني عنها قبل ما عبد الله ما يتكلم بقى عن ال data structures؟ يمكن من اهم المواد في الترم التاني. هو يبقى ليها امتحان يا باشمهندس في اخر السنه؟ مظبوط، فاينل بيبقى ليها يبقى ليها امتحان. تمام. ماشي. ال presentation على ايامنا كان ليها فاينل برضه. ما البرزنتيشن اول يا فاين دكتور نسرين قالت اول يا فاين. هي زيها بقى، هي شبهها قوي، بس هنا يعني هنا هتتسالوا بقى في الفاينل. هنا بتعملوا برزنتيشنز مش عن اي حاجه، عن البروجكت مانجمنت او الفاينانس، والفاينل هيبقى برضو اداره مشروعات او اقتصاد. فبس تمام. مشت عظيم. اي اسئله تانية قبل ما عبد الله يبدا على طول؟ خلاص قول لي عبد الله عن ال data structures. اوكي تعال عندي كده عشان بس السكرين شير ده. انت عملت سويتش ولا بترسم هنا؟ طيب عملت سويتش. عملت؟ طب انا مش سامعك اصلا على فكره. طب ما عملتش سويتش. انت عملت سويتش كده صح. طيب هو بس انت لازم تقول لي علشان. طيب كله شايف كده؟ طيب الداتا ستراكشر هي باختصار لو عاوزين حد يعني مش عارف يعني ايه داتا ستراكشر، لو هنمثلها بأقرب مثال الترم الأول، هو عبارة عن الـ array. لو عندك مجموعة من الداتا ممكن تخزنها في array، ده أبسط أو simplest form للـ data structure. أو مثلا 1 5. فخلال الترم في المادة دي دكتور ماجدة هتقعد تدي لكم أنواع من الـ data structures، وهتقول لكم طبعا في أول محاضرة هي أهمية الـ data structures. الـ data structure مهمة بحيث ان انتوا مثلا لما هتطلعوا سنه تانية تاخدوا الالجوريثمز هتستعملوا انواع الداتا ستراكشر دي، بحيث ان انتوا تعملوا الالجوريثمز بتاعتكم بافشنسي عاليه. فمثلا الاري ليه شويه خصائص، ان انت مثلا تقدر تجيب الاليمنت اللي في الاندكس 2 بسرعه معينه، حاجه اسمها او اوف 1 كومبلكستي كده. المهم
إنما لو عاوز تسيرش على حاجة معينة الموضوع ممكن ياخد من انت ايه تقعد تمشي على واحدة واحدة، فالتايم هنا بياخد وقت اكتر. انتوا ممكن تاخدوا داتا ستراكشرز تانيين تخليكوا تعملوا حوار السيرش ده بوقت اقل وافيشنسي اعلى. فكل داتا ستراكشر ليه المميزات بتاعته، وهتتعلموا كمان ازاي تعملوا بيلد للداتا ستراكشر ده. فايه مثلا الداتا ستراكشر اللي ممكن تاخدوها؟ حاجة اسمها لينكد ليست. لينكد ليست ودي بتبقى شبه الاري قوي، ولكن بدل ما هي مجموعة من ال indices كده نعتبرهم جنب بعض، لا هي عبارة عن مكان كده في الميموري بيبقى مقسوم نصين، نص فيه الداتا ونص فيه بوينتر. بقى البوينتر ده بيعمل بوينت لحتة تانية في الداتا تبقى برضو مقسومة نصين. الموضوع ده أو الحاجة اللي مقسومة نصين دي اسمها نود. فأنتوا أولا هتعملوا كلاس للنود دي، بعد كده تعملوا كلاس لللينكد ليست، وبعد كده تقعدوا تبنوا اللينكد ليست، فنود بتشاور على نود تانية، وهكذا تقعدوا تعملوا سلسلة من النودز بتبقى شبه الأري في الآخر، ولكن ليها طبعا مميزات العيوب بتاعتها. تمام. بعد اللينكد ليست تاخدوا حاجتين مشهورين قوي اسمها الستاك والكيو. دول تقريبا أهم اتنين. ليه؟ علشان بيستخدموا كتير في الالجوريزمز. الستاك زيها زي ايه ممكن نمثلها بكيسة، انت بتقعد تحط حاجات تملاها تملاها تملاها، في الاخر لو انت عاوز بقى تاخد حاجة من الكيسة دي مش هتعرف تاخد اللي تحت على طول، لازم تاخد اللي فوق بعد كده تنزل لتحت تاخدها. فحتى بيسموها حاجة اسمها first in last out، أول واحدة بتدخلها هي آخر واحدة تقدر تخرجها. تمام. الكيو بقى زيها ولكن من الاسم برضو، انت بتدخل من مكان، هي زي انبوبة مفتوحة بتدخل من مكان تتحط هنا، هي أول واحدة ممكن تطلع. انت بتدخل من الناحية اليمين تطلع من الناحية الشمال، فدي برضو ليها اسم اسمها فيفو، first out first in first out. تمام. دول بقى data structures التلاتة. رابع حاجة وهي كمان مهمة قوي التريز. ممكن ما تفهموهاش قوي في الأول، ولكن لما هتطلعوا سنة تانية هتفهموها أكتر وهتتشرح لكم أكتر. بس التريز هي نوع برضو من النودز اللي قلنا عليهم هنا في اللينكد ليست. انت بتعمل نودز، والنودز بقى هنا ممكن تشاور على حاجتين او اكتر، بتعمل شكل من التري. والتري طبعا بتبقى من فوق لتحت، مش زي التري العادية بتبقى من تحت لفوق كده، لا دي من فوق لتحت. بعد ما تخلصوا التريز هتاخدوا لمحة عن الجراف. الجراف ممكن نقول عليه حالة عامة من التريز، حاجة زي كده ممكن تبقى جراف. هو مش لازم الصراحة تفهموه قوي دلوقتي، لأن انتوا برضو مش هتimplementوا الجراف، انتوا هتقفوا في الimplementation عن التريز، والجراف الدكتور هتشرح لكم هو بنظرة عامة. بعد ما تخلصوا بقى كل دول هتاخدوا شوية algorithms زي السورتينج والسيرشينج. الدكتور برضو هتمشي معاكو على شوية algorithms بتسورت وبتسيرش. ما افتكرش ان احنا خدنا الامبلمنتيشن بتاعته، ولكن اتكلمتوا ازاي بيشتغلوا وبيعملوا ايه. طيب اللي خدنا الامبلمنتيشن بجد؟ مش واخد هو كان في الاخر خالص الاخر هو كان في الاخر. تمام. نيجي بقى نرجع لنقطة مهمة، وفي المحاضرات وهي قاعدة بتشرح لكم التوبكس دي هتيجوا عند توبك مهم اسمه الريكيرجن. اوبا، ايه الريكيرجن ده؟ الريكيرجن ده تكنيك كده في البرمجة، ان انتوا تعملوا فانكشن
بتقعد تنادي نفسها جواه. يعني ايه؟ خليني مثلا صفحة جديدة. يعني مثلا انا هقول في عندي function اسمها الصم بتاخد integer a و b في الاخر هنا هتلاقيها مثلا بتكول نفسها a plus 1 مثلا و b plus 1 طلع صح على فكرة صح محبس. فالريكيرجن هو ايه؟ عبارة عن ان انت تعمل function بتقعد تريكيور الاكشن بتاعها مرة تانية مرة تانية لغاية ما توصل لحاجة اسمها البيس كيس. البيس كيس دي هي اللي بتمنع ان يحصل انفينيتي لوب وتقعد الفانكشن تنادي نفسها للأبد. فأنا مثلا بعمل له البيس كيس دي في الأول، بقول له if الـ A بقى بيساوي 0 والـ أو خليها less than or equal 0 والـ B less than or equal 0 كمان، خلاص يعني الاثنين دول وصلوا للآخر بتاعهم، ساعتها أنت هتريتيرن. فلما يعمل ريتيرن هو هيوقف كل اللي حصل ده ويحسب الصم بطريقة ماجيكال قوي. وممكن محدش فاهم حاجة دلوقتي، بس لما تشوفوا الأمثلة اللي بتحطها الدكتور هتفهموا أكتر. ولكن هو باختصار الريكيرجن ده مهم قوي إن أنتوا تفهموه مع الدكتور وتطبقوا عليه كتير، رغم انه بيلخبط شويه في التريسنج بتاعه، بس لا لازم تبراكتس قوي علشان في سنه تانية هتحتاجوه قوي في الماده بتاعه الالجوريثمز. اوكي ده اللي كنا عاملينه. تمام، ده كان بالنسبه للتوبكس. بالنسبة للشيت واللاب والحاجات دي، فهي نفس نظام البروجرامينج تكنيكس، هتبقى مرة لاب ومرة شيت أو سكشن. والشيت برضه نفس نظام البروجرامينج تكنيكس، هتبقى منظمة قوي، وكل تقريبا كل محاضرة أو كل توبيك من التوبكس دي، الريكيرجن الستاك الكيو والحاجات دي، هيبقى ليها شيت بالحل بتاعه. هتلاقوا المعيدين منزلينهم. وفي بروجكت كان عبارة ان انتوا تعملوا، بالنسبة لنا يعني، كان ان احنا هنعمل سيميوليشن لريستورانت. الريستورانت ده بيجي له كاستمرز بيطلبوا الطلبات دي، بقى انت تاخدها بتسجلها بطريقة معينة وتديها للكوكس. الكوكس دي بتعمل الطلبات دي في وقت معين، واللي جه الاول مثلا المفروض ياخد وقت اقل، وهكذا تقعدوا تعملوا شويه برايوريتي. مين اللي هيخلص اسمه ايه ده، مين هيخلص الاوردر بتاعه الاول. الكوكس كل شويه، يعني الطباخين كل شويه ممكن حد يجيله بريك او يتاخر فما يقدرش يطبخ، فانت عندك عدد الطباخين اقل. سيستم كده متكامل تعمل سيميوليت للريستورانت. فالبروجكت كان أهم الحاجات اللي بيحاول يعني يثبتها في دماغك، إن أنت أولاً تبني الداتا ستراكشرز بتوعك، وتعرف تستخدم أي داتا ستراكشر اللي هينفعك، لأنه زي ما قلنا الداتا ستراكشر ما هي إلا طريقة تخزن بيها الـ variables أو الداتا اللي عندك بطريقة تسمح لك تحقق أول حاجة الهدف من الابليكيشن بتاعك، وفي نفس الوقت بأعلى efficiency. أكثر حاجة ممكن تستعملوها أظن كان في البروجيكت ده هي الكيو، ونوع من الكيو اسمه priority queue كمان، واللينكد ليست. مش هتستخدموا trees ما تخافوش، فكان الموضوع أسهل من غير التريز. بس ده البروجكت باختصار. هل في حد عنده أي سؤال؟ داتا ستراكشر.
ماشي. اوكي يبقى نعمل صح هنا كمان. طيب بعد كده المفروض الالكترونيكس، وما نقدرش نقول بكونفيدنس عاليه قوي انها شبه السيركتس لان احنا بنحل السيركتس، انما انا هو المين اوبجكتيف مش ان احنا نحل السيركتس. فانا هبدا بالفاكتس قبل حتى ما اقول الكونتنت هنا عباره عن ايه. الشيتس حوالي 5. الطلب مننا نعمل ريسيرش بيبر قبل كده. الدكتور هو اللي كاتب الريفرنس، والريفرنس حلو، والماده فيها كونتنت كتير. الماده مهمه جدا لان في سنه تانية الترم الاول والترم التاني هيكونوا كلهم الكترونيكس. الترم الاول هيكون الجزء الاولاني هيركز او هيدايف اكتر في الجزء الاولاني اللي انتوا هتاخدوه في الترم التاني في الالكترونيكس، وفي الترم التاني في تانية هيكون هيركز في الجزء التاني، يعني هتتفرد كمان في سنة تانية اكتر. فهي مهمة، وقلت لكم ممكن هي اكتر واحدة condensed across كل دولت in terms of كمية الكونتنت اللي فيها. almost ده بس دي يعني الفاكتس اللي من برا. يعني هي النيتشر بتاعتها equations كتير، ممكن equations طويلة لدرجة ان احنا نحتاج فيها formula sheet، عشان كده هي مش شبه ده. يعني هي مش عبارة عن algorithm هنطبقه على circuit خلاص. اقول لكم على اللي جواها اكتر، بس graphs مثلا وderivations. فتعالوا نبص على الكونتنت. اول حاجة اللي هو يعتبر اول تلت منها بيركز على السيمايكوندكتور فيزيكس، وده احنا خدنا عنه background قبل كده واحنا في ثانوي، اللي هو السيليكون ولما نعمله دوبينج يبقى بي تايب، او نعمله دوبينج على حسب بقى الاليمنت من انهي جروب في البريودك تيبل يبقى ان تايب. وفي الحاله ديت السيمي كوندكتور كوندكتيفيتي بتاعته كانت بتبقى عاليه او قليله على حسب التمبرتشر بتاعته وكل الكلام ده. وبرده ساعتها في ثالثه ثانوي اخذنا البي ان جانكشن. فالاثنين دولت اول حاجه ان احنا نفهم السيمي كوندكتور، وبعد كده نحط P جنب N ونعمل P and Junction، يعتبروا almost أول تلت من المنهج. وهنا أكيد أعمق بكتير من اللي احنا خدناه في ثانوي، يعني في graphs كتير مثلا هنبدأ نشوفها و equations والproof بتاعها وكل الكلام ده. فكل ده يعتبر كأنه physics science، ده كده مش قريب حتى للcircuits حتى الآن خالص. من بعد بقى P and Junction في جزء تاني اللي هو هيبقى متعلق بالالكترونيك ديفايسز. والالكترونيك ديفايسز هنا يعني البي انجكشن دي تعتبر الكترونيك ديفايس، بس حاجات بقى اتقل منها زي ايه. يعني مثلا هنا اهو احنا هنا فهمنا من ده ازاي نعمل ده، بعد كده هناخد شويه حاجات اكتر نفهم ازاي نعمل ده، ازاي نعمل ده، يعني ايه نعمل دولت، هو ايه الفرق ما بين دولت وده بالذات. هنا اهو احنا كل اللي عملناه دخلنا سيمي كوندكتورز مع بعض وجبنا الـ P-Injunction ديت. هنا هو بقى هنسأل لو جبنا كمان conductor يا ترى ما نجيب كمان oxide أو insulator، يعني إيه ما بقاش عندنا semiconductor بس بقى معنا ده وده وده، وعملنا بقى حاول نحطهم مع بعض ممكن نطلع إيه. فنلاقي إن إحنا ممكن نطلع transistor، مش أي transistor، transistor جميل جدا اللي هو لازم تعرفوا اسمه على طول عشان ده بقى تانية كلها عليه، اللي هو الموسفت. حلو قوي ان حد يعرف ده معناه ايه. ميتال اوكسايد سيمي كوندكتور فيلد افكت ترانزستور. هنا احنا بالفعل اخذنا ترانزستور واحنا في في ثالثه ثانوي برضو، اللي هو لو حد فاكر البي ان بي او الان بي ان، ده اللي هو الباي بولر ترانزستور، وده ممكن تعملوا عنه ريسيرش بيبر ولكن هو مش هيتشرح، والدكتور هيوضح لكم ان هو ده اللي بيستخدم في كل حته دلوقتي، واي الكترونيكس موجوده بسبب ده. وعلى فكره اللي عمل ده اصلا مصري، ابقوا اعملوا ادخلوا على الويكيبيديا بيج وبشوف الموضوع ده. فعملنا بصينا احنا الانتراكشن ما بين الكوندكتور والانسيوليتر والسيمي كوندكتور عامل ازاي. فعملنا اول حاجه اسمها موس كاب. موس كاب كاب اكيد كاباسيتر، بس الكاباسيتر في العادي بيبقى ميتال انسيوليتر ميتال، لا ده بقى ميتال سيليتر سيمي كوندكتور بدل ميتال. وبعد كده ده بقى هنعمل معاه حاجة صغيرة نروح للموسفت. بس لو حد عايز يعرف شكله عامل ازاي عشان برضه
إذا كده، وبعد كده تعالوا نكبر اللي في النص ديت، معناها مش شرط تكون كبيرة، وبعد كده بقى. يعني الرسمة أكيد ملهاش purpose أوي هنا، بس برضو لازم تبقوا في تانية، يعني الحاجات دي familiar معاكوا تماما. أنا بقول كده علشان لو المادة دي جميلة أوي في أولى، هتبقى جميلة جدا جدا في تانية، أو جميلة في تانية، مش شرط جدا جدا، بس كده. فده ده الانسيليتر، وده الميتال، وده السيمي كوندكتور. ومن اول هنا هو بقى هيبدا، هنبدا ان يبقى في اكشن. يعني احنا هنا اهو يمكن لحد هنا اهو الميد تيرم مثلا، احنا ما خدناش اوف كورس ميد تيرم عشان كانوا لاغيين كل حاجه، ولكن من بعد هنا الاكشن هيبقى في ان احنا نحل السيركتس. يعني هنا هو بقى ده اخر 3 اسابيع ولا حاجه من المنهج، فبقى شبه السيركتس هنا شويه، except ان السيركتس العادية فيها ريسيستنس وفيها دي سي سورس، ونهار وعرفنا يعني ايه بقى، عرفنا ان كمان في كورنت سورس، مش عارف ايه تاني كان ممكن نشوفه، ممكن ده يبقى كمان ديبندنت صح، والدي سي برضو. فهنضيف على دول كلهم الموسفيت بقى، والموسفيت طبعا مش هيبقى ريليشن عليه في بيساوي اي ار، لا ده هتبقى تبقى ايه يا طارق، هتبقى حاجة كده معقدة أكتر بكتير. عشان كده في الغالب في فورمولا شيت، بس ده لا، ده مش شرط يكون ليه فورمولا شيت ولا حاجة زي كده، ده المفروض يكون ده مش عارف إيه. فبس بدل ما السيركت بقى فيها دولت كلهم، بس بقى فيها ده كمان. والكي هنا هو في المادة إن أما يبقى فيه أي لكتشر، قلت لكم النيتشر بتاعتها إن اللكتشر فيها كونتنت كتير، طبيعي إن على طول اللكتشر تتذاكر في وقتها، عشان هنا لو حصل ان accumulation الاثنين على بعض هتتفاجئوا ان ده content رهيب خالص. ولكن طول ما انتوا واخدين الموضوع step by step هتلاقوها جميلة وحلوة ومتعلقة جدا باللي احنا بناخده اللي هو computer science وكده، بس طبعا في الهاردوير وبس. فده لحد السيركت، في بقى action اكتر، وده action جميل جدا بقى. ايه هو بعد ما نحل circuits؟ على فكرة انتوا اول اسبوعين في التانية هتقعدوا تحلوا circuits برضو، يعني لو حد حلو ان هو هيرتاح كمان في اول اسبوعين في تانية او حاجه زي كده. المهم ان الستيج اللي بعد كده بقى، ده يمكن اخر اسبوع، وهو ده كل اللي هيحصل بقى في الترم التاني في تانية، هو ايه؟ ان احنا نعمل لوجيك سيركتس بالترانزستور زيت. يعني هتلاقوا الدكتور في اخر محاضره بيعمل فول ادر، مش هنعمل بقى فول ادر بنوت واند اور، لا احنا بنمسك الموسفت، نمسك ترانزستورز ونقعد نحطها. يعني هو عموما السيركت سيمبل بتاعه كده، واكيد مش هنرسم ده في كل سيركت، فهنقعد نوصل دول طرق معينه عشان نعمل الفول ادر. او الاذكى من كده ان احنا اول حاجه نوصلهم بطرق معينه عشان نعمل اند واور ونوت، وبعد كده نستخدم الاند والاور ونوت في بلاك بوكس، يعني الاثنين زي بعض. فاخر جزء خالص ده اللي هو يعتبر ان احنا نعمل لوجيك جيتس ولوجيك سيركتس، وكان ممتع والله، ادى مينينج لكل اللي كان بيتاخد قبل كده في الالكترونكس. ف almost دي النوت، بس دي النوت. مفيش كويزز قوي هنا في ال في ميد تيرم اوف كورس، والميد تيرم عادي هيبقى متعلق بمسائل. انا قلت لكم في الاول ان الشيتس 5، الشيتس برضو موستلي مسائل، انما الفاينل بقى احنا اكيد ما خدناش فاينل، اخدنا تيك هوم ريسيرش اكزام بياخد 16 ساعه عشان يتحل. بس الفاينل بغض النظر عن كده، الطبيعي بتاعه بيبقى derivations وgraphs، derivations وgraphs. يعني هو مهتم ان هو عارف ان انت فاهم الموضوع قوي، مش ان انت تكون بتحله وخلاص، عشان قلت لكم في graphs كتير وكده، بالذات في جزء السيمي كوندكتور فيزيكس. و I think that's it. يعني هو دكتور هنا اسمه دكتور كريم عباس، قلت لكم بس هو اللي عامل الريفرنس، و I think that's it. فممكن بقى عبد الله، لا قبل ما اقول عبد الله، اي حد عنده اي سؤال عن ال هو بس الكترونكس حتى الان؟ في نقطة عاوز اقولها، انه الدكتور عنده كمان شانل على اليوتيوب فيها بتشرح المنهج، يعني مش شرط كله، ولكن اللي مثلا ما فهمش حاجة من المحاضرة في الكلية ممكن يشوف الفيديو اللي على اليوتيوب، هو بالانجليزي بس كويس جدا برضه. في أول يوم هيحط لكم كل حاجة، هيحط لكم لينك ريفرنس، لينك اليوتيوب، ويقول لكم تذاكروا إيه وإيه اللي عليكم وإيه اللي عليكم. يعني هو دكتور منظم جدا. مظبوط، كان عامل كلاس روم قبل ما أصلا يحصل البانديميك وكده، كانش أي حد عامل كلاس روم أو يعرف الموضوع ده.
طيب حد عنده أي سؤال؟ هو المعيد هيكمل معانا الترم التاني ولا معيد تاني؟ هو احنا اصلا في الترم الاول، معلش يا عصام، هو في الترم الاول كان عندنا معيد السيركتس تاني. انتوا دلوقتي جالكم في السيركتس المعيد اللي كان عندنا احنا في الالكترونكس اللي هو محمد هاني، ده كان فينا احنا الترم التاني. انت اداكم الترم الاول، معرفش هيكمل معاكم ولا لا الصراحه. اسأل. ماشي ماشي، بس هنستنى ونشوف. سؤال تاني؟ في سؤال تاني؟ هل في أي سؤال تاني؟ طيب ادخل بقى على اللوجيك ديزاين. أنا عملت سويتش. أنا معمول أوريدي ولا هي؟ أوكي، هو بس كان بياخد وقت على ما يصحى بس. طيب اللوجيك ديزاين، انا هفترض دلوقتي افتراض ان الدكتور خلص معاكو الجزء بتاع اللوجيك ديزاين اللي هو الاريثماتيك او اللي بنسميه ان، يديك هنا في سيركت في الاخر بتديك اوت، وخلصنا على كده. السيركت دي بقى في جيتس، في مالتيبلكسرز، في ديكودرز، في ايا كان كومبوننتس كتيره، بتجيب لها انبوت معين بتطلع لك اوتبوت معين، وخلصت الحكايه على كده. لو اديتها الانبوت ده هو ادي لك نفس الاوتبوت في كل مره. ايه بقى ممكن نقول عليها ال اسمها ايه عفوا؟ ما اظنش انها اسمها نون سيكونشال، بس تعالوا نسميها نون سيكونشال. ال كومباينيشنال. طيب صح. لا هي من غير فليب فلوبس يبقى كومباينيشن. انا اعرف يعني ايه فليب فلوب. حاضر. فليب فلوب يعني شب شب بالانجلش. طيب معلش على الخط، بس دي كومباينيشنال سيركت، ده اللي خدناه الترم الاول. الترم الثاني المفروض هتاخدوا حاجه بقى اسمها سيكوينشال، سيكوينشال سيركت، ودي هندي لها انبوت هيكون في سيركت معينه هنا، وهتديك اوتبوت. بس ايه الاختلاف؟ ان الاوتبوت ده ذات نفسه هناخده هو هندخله على حاجه كده معينه هنا، وندخلها مره تانيه مع الانبوت. فالانبوت بتاعك هو عباره عن الانيشال انبوت، وبعد كده الاوتبوت بيدخل معاك مره تانية. فممكن نقول انه الاوتبوت اوف اي، هنعمل زوم علشان الاوتبوت اوف اي بيساوي الاوتبوت اوف اي ماينس 1، اللي هو ايه؟ الاوتبوت القديم بيساهم في الاوتبوت الجديد، حاجه كده شبه اللوبس. وهي الفليب فلوب بقى بيبقى موجود في البوكس اللي هنا ده، بتاخد الاوتبوت بتدخله على انبوت مره تانية، وتقعد كده الدايره تشتغل اكتر من مره، وتديك كل مره اوتبوت مختلف. الطريقه دي في السيركتس بتخليك تعمل حاجه شبه الميموري، ان والله الدايره بتاعتي بتفتكر ايه اخر انبوت انا دخلته لها، يبقى موجود معاك. بنعملها عن طريق حاجه بسيطه كده. الموضوع بيبتدي يعني باتنين اندز مثلا هنا، داخل لهم كل واحده داخل لها تو انبوتس، وانت تقوم واخد الانبوت ده تدخله هنا، واخد الاوتبوت ده تدخله هنا. كده مثلا لو دخلت هنا 1 0 يطلع لي هنا 0، 0 ده يدخل هنا. يعني دكتور إيهاب هيدخل لكم هي بطريقة حلوة كمان، ولكن هو باختصار أنت بتاخد الأوتبوت زي الرسمة دي بتدخلها في الانبوت. بيتطور بقى الموضوع إن أنتوا تشوفوا أنواع بقى للتوصيلات دي، وبتستخدموا بقى حاجات تانية، والموضوع بيكستند لدرجة
اللي انتوا تستخدموا دايرة كاملة فيها الموضوع ده. طيب ممكن نستفيد بإيه بقى الحوار ده؟ كمثال يعني نستفيد إن والله نقدر نقول إن مثلا يكون في عندي سيركت هنا بدخل لها رقم معين، هي تقدر بقى تعمل لي شيفت للرقم ده. أنا دخلت لها واحد 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 واحد، عاوز أعمل له شيفت للليفت، فهي هتقوم مخلالي واحد واحد واحد، وهتدخل لي بقى في الناحية اللي هنا دي هتدخل لي زيرو. ممكن أعمل نفس الحوار للرايت. فكل دي أنت هتحتاج سيكوينشال سيركت علشان تعمل لك الحاجات دي، وفي أبليكيشنز كتيرة الدكتور هيناقشها في المحاضرة وهيوري لكم الإمبلمنتيشن بتاعها لغاية ما هتوصلوا لتوبيك معين اسمه ماستر سليف. الماستر سليف دول ممكن نعتبرهم اثنين سيكوينشال سيركت في ما بينهم كونكشن معين بيخليهم يتواصلوا مع بعض، بينقلوا الداتا مع بعض، يحصل في ما بينهم داتا ترانزميشن. وده كان موضوع البروجيكت بتاعنا عامة، يعني كان في مطلوب ان احنا اننا نعمل برنامج او هاردوير ديسكريبشن عن طريق حاجة اسمها هاردوير ديسكريبشن لانجويج اسمها فيريلوج. هتاخدوها فيريلوج، يا اما هتاخدوا فيريلوج يا اما هتاخدوا VHDL. المهم ان الاثنين دول لغتين بيوصفوا الهاردوير، وهتدرسوها في المعامل مع المعيدين وتعرفوا السنتكس بتاعها. فهتستعملوا اللانجوج دي بحيث ان انتوا تعملوا زي سيميوليشن كده لماستر وسليف ديفايس كان اسمه SPI. وده باختصار ان في عندكم ماستر هنا بيتواصل مع كذا سليف بياخد منهم داتا وبيدي لهم داتا كلهم. كمان كان نفس المعيدين ما عدا فيه معيد اختلف، كان اسمه يحيى زكريا، معيد كويس وطيب قوي. وهو صراحة كلهم كويسين، يعني لو تواصلوا بشكل كويس مع الدكتور خلاف اللي حصل معاكم الترم ده للأسف يعني بسبب الكورونا، بس إن شاء الله الموضوع يتحسن في الترم التاني. بس كمان أقول نقطة، لو يعني حد ما فهمش من الدكتور أو من المعيدين، المواضيع دي بيزك قوي لدرجة إن أنتوا ممكن تلاقوها بسهولة على اليوتيوب. فلما حد ما يفهمش من الدكتور أو من المعيد ما يتخضش، يعني على طول ياخد التوبيك بتاع الدرس ده على اليوتيوب ويبحث عنه، هيلاقي فيديوهات كتيرة حلوة. خاصة في كان في تشانل كده كنت بعتها لكم في أول الترم دي، برضو هيشرح فيها السيكوينشال سيركتس وطريقة كويسة جدا، وتقريبا نفس الأمثلة اللي بيقولها الدكتور هتلاقوها موجودة على التشانل دي. أبقى أفتكر اسمها وأبعتها تاني لو حد ينسيها، فدي ممكن تتابعوها. الترم التاني كان نزل لنا شيدات وكويزز كتير بسبب الأونلاين، و بصراحة يعني كانوا بيعتمدوا اعتماد كتير الكويزز دي على الأمثلة اللي في المحاضرة، بس طبعا بليفل أعلى سيكا بحيث أنه يتأكد أن أنت فاهم. وكمان تاني بس ده كل حاجة كان بالنسبة لللوجيك ديزاين الأدفانس، ده حتى اسمه أدفانس لوجيك ديزاين. في صحيح نقطة كمان، لو عاوزين نربط بقى اللوجيك ديزاين ده بسنة تانية، كل اللي خدتوه ده تقدروا تستعملوه كده بلاك بوكس سنة تانية. هيبقى في عندكم حاجة اسمها مايكرو بروسيسور أو اللي هي CPU. CPU ده عبارة عن شوية ريجسترز. يعني ايه ريجستر؟ ريجستر ده برضو بيتعامل بالسيكوينشال سيركت اللي انتوا خدتوها سنة أولى ترم تاني، بتعمل حاجة اسمها ريجستر. الريجستر ده زي ما قلنا
كأنه ميموري بيخزن عدد معين من البيتس فيه. كل مرة طبعا بتعمل تغيير في الانبوت هيديك اوتبوت مختلف ويخزن الاوتبوت ده لغاية ما تغيره انت في كده زي طريقة معينة بحيث ان انت تغير الانبوت تبقى تاخدوها. فالسي بي يو ده اللي فيه شوية ريجسترز، الريجسترز اللي اتعملوا في سنة أولى هتستخدمهم بقى في سنة تانية وتخزنوا فيهم حاجات وهتبنوا انتوا بنفسكوا سي بي يو في أول أسبوع في سنة تانية سبحان الله. والموضوع فعلا بيربط مع بعض، يعني احنا أساسا لو خدنا المواد دي بتاعت الهاردوير انتوا في الترم الأول في سنة أولى أو الترم الأول والتاني خدتوا Logic Design و Advanced Logic Design، سنة تانية بتاخدوا Microprocessors و Advanced Microprocessors. المادتين دول برضو بتكملهم مادة تانية في سنة تالتة اسمها Computer Architecture و Advanced Computer Architecture لغاية سنة رابعة، مش فاكر كان اسمها مادة ايه ولكن هي Production تقريبا و Testing للتشيب أو المايكروبروسيسور اللي انتوا عملتوه أو السي بي يو اللي انتوا عملتوه. فلو حد مهتم بالهاردوير يركز بقى في المواد دي لأنها بتستمر على مدار الأربع سنين. وبس ده كان كل حاجة بالنسبة للوجيك ديزاين. هل في حد عنده أي سؤال؟ وفي حد عنده أي سؤال؟ وفي حد تتكلم ولا بتهيأ؟ لا لا بتهيأ لي كله تمام. خلاص ماشي. طيب يبقى إيه المادة اللي بعد كده؟ الإلكتروماجنتيزم هتبقى الإلكتروداينامكس. طيب هو أول حاجة المفروض أنتوا تكونوا وصلتوا في الإلكتروماجنتيزم اللي أنتوا أخدتوا Maxwell's Equations، فدي هتبقى برضو نقطة البداية من بالنسبة لي الإلكتروداينامكس من أول Maxwell's Equations. ولكن في فرق مهم قوي ما بين الكورسين دولت اللي هما الإلكتروداينامكس والإلكتروماجنتيزم، هو إن هنا كان في من ده كتير قوي integrals كتير وفي كل حتة، لا إن هو هيبقى أهدى أهدى قوي. بمعنى إن في أول أسبوع هتاخدوا Maxwell's Equations مثلا، و of course كان في differential form والintegral form وكل الكلام ده، ولكن مش هتحلوا عليهم، هيبقى مهم إن تبقوا عارفين الميننج بتاع كل واحدة. ومن بعد كده almost مش هتشوفوا integral sign تاني، ممكن تشوفوا integral sign مرة واحدة، لأن من بعد كده الفوكس هيكون على الأنتنز. أي حد بيسمي المادة أنتنز أو أنتنة أصلا لما تدخلوا تاني سمستر، فعادي هتاخدوا مثلا الـ types of antennas، الـ parameters لما هي antenna أقدر أكتب في الـ data sheet بتاعها إيه مثلا، لو عايز أحسب الـ efficiency بتاعتها اللي يخلي ديت أحسن من ديت وكل الكلام ده. فده هنا فوق يعني لحد هنا، هو مثلا لما تاخدوا الـ parameters equations كتير برضو بتحسب الـ parameters، هل فيها integrals أو derivatives أو كده، لا يعني حاجات كده يعني، ولا اللي هو equations عادية بس كتار برضو. فبعد ما عرفنا البرامترز ديت هنبدأ بقى نركز بقى على كل أنتنة، كل نوع أنتنة مثلا. يعني في الأول I think ال dipole أنتنة والmonopole أنتنة، dipole ديت اللي هي لو عوجناها شوية بتبقى هي ال التلفزيونات القديمة، والmonopole زيها بس لو ده dipole يبقى هناخد النص الفوقاني بس، وهنا نحط مراية ولا حاجة عشان نجيب النص التحتاني. اللوب أنتنة يعني كل أنتنة بتطلع radiation بشكل مختلف وبيبقى ليها مميزات بشكل مختلف، وبتعمل لها design equation مثلا اللي تحددي length بتاع ده. ممكن يديك مسألة يقول لك design انت dipole أنتنة، فهو هتستخدم الجيفنز ده عشان تطلع length بتاعها، تطلع الparameters بتاعتها and so on. بعد كده بقى المايكروستريب أنتنة دي اللي هي بتبقى ممكن تحطها جوه الكمبيوتر، واضح انها صغيرة،
و I think آخر حاجة هي ال reflector antennas. دي آخر حاجة في المنهج، ده بقى الأنتنة اللي هي اللي هو اللي ممكن بقى يتكلم مع الساتلايت أو اللي هو بيبقى في السطح وكل الكلام ده. وبالتالي الكونتنت هنا مش دنس قوي، مش كلام كتير قوي زي الالكترونيكس مثلا او حاجه زي كده. والايكويشنز في ايكويشنز كلها بسيطه، مش حاجات معقده، يعني هي مش شبه برضو الالكتروماجنتيزم قوي. الشيتس هنا يعني they revolve around يمكن 3 او 4 مش كتار حتى، ولكن في كويزز الدكتور بيحب يعمل كويزز. وفي كمان نقطه ثانيه ان في نظري، يعني ان هو اوكي بنحسب وبنعمل ديزاين لانتنا، بس هيبقى في نظري بيبقى most likely في هيئه ام سي كيو او true or false او مثلا ايه المميزات بتاع ده، حاجات كده بتبقى معروفه يعني، او ايه التايبس ده ممكن اعمله مربع دايره، ممكن نعمل منه حاجات كتير، ايه التايبس بتاعته وكده. فده معناه ان برضو فيها رسومات وكده. و بس في النهاية الفكرة هنا مين الدكتور بالنسبة لنا احنا، وان شاء الله يبقى بالنسبة لكم هو دكتور محمد سند. ولو حد كتب على جوجل دكتور محمد سند هيظهر له الويكيبيديا بيج، وهيظهر له كل الاتشيفمنتس او الانجازات اللي الدكتور عملها، وهو هيكلمكم برضو على الحاجات ديت في المحاضرة، لان هو قضى كتير قوي بره مصر في أمريكا وكده. فهو بيحب على طول إن هو يرضي الطلبة كلها في الدرجات. هتلاقوا مثلا رقم تليفونه هو مديه لأي حد، أي حد يقدر يكلمه في أي وقت على التليفون في أي حاجة. وفي نفس الوقت هو بيبليف إن السيستم أو الريليشنشيب ما بين الطلبة والدكتور لازم تكون إلى حد ما ايديل، بمعنى إن مثلا لو هو دخل محاضرة فهو أكيد لازم يعرف يشرح بدون ما يبقى فيه أي ناس بتتكلم، إنما لو في ناس بتتكلم هو مش عارف يشرح بتبدأ بقى يعني ما تخلوش حاجة زي كده تحصل على طول، خلوا الموضوع على طول يمشي بطريقة يديل، بحيث إنه على طول هو بيحب على فكرة وصل محاضرة على طول الناس تسأله وإن يبقى فيه discussion بيحصل، بس إن الناس تبقى بتتكلم لدرجة إن مش سهل إن حد يسمع الشرح أو كده، دي حاجة مش كويسة. برضو هنا هو اللي بيدي المحاضرة والسكشن، والسكشن برضو بيبقى عبارة عادي عن يعني هنحل الشيتس اللي هي عددها قليل، بس يمكن أول شيت طويل قوي، وممكن في الآخر ده ما حصلش عندنا، بس ممكن في الآخر إن أنتوا تعملوا أنتنة أو تعملوا measurements على أنتنة بعد الميد تيرم أو كده. في المفروض أتليست الدكتور كان بيقول لنا إن كان في ديفايس أو كده هو ساهم في شرائه وهو غالي جدا في الكلية، كان بيساعد في الكلام ده كله. فالمفروض ان الجول يعني ان احنا نبدأ نعمل انتنة ونعمل measurements وكده بعد الميد ترم، وبعد الميد ترم قعدنا في البيت. I think اخر نوت هنا هي الريفرنس هنا مش متعلق، او يعني المحاضره بتاخد حاجات معينه من الريفرنس، ان الريفرنس هتفتحها تلاقوا بقى دبل انتجرالز وتريبل انتجرالز ومقضيها الكتروداينامكس على حاجه كده، ولكن في المحاضره موستلي احنا ماكروسكوبيك شويه بنركز على الانتنا نفسها وكده يعني. ف اي ثينك ده كل الكلام عن الكتروداينامكس. وبالتالي يعني اهم حاجه او يمكن الحاجه الجميله قوي ان هي مش زي الالكتروماجنتيزم in terms of كمية الكالكولس اللي جواها وكده. فبس لو حد عنده أي سؤال يقول لي. أوكي. عندنا إيه بعد دي يا ترى؟ ممكن نعمل هنا كده. numerical analysis. طيب. خليني بس أمسح ده. عبد الله اعمل بقى السويتش. على ما امسح ده. عبد الله.
شباب حد فيكم سامعني اصلا ولا انا بكلم؟ ايوه ايوه اسمعك يا حسام. واضح ان عبد الله مش هنا. انا موجود اهو. كنت بس طيب انت اختفيت فجاه ليه بس؟ انا كنت مستنيك تخلص تمسح. طيب بس نيجي في السيلابس اللي كانت عامله. المهم زي ما كنت بقول دكتور اماني الجمال هي الدكتور اللي هتدينا النوميريكال اناليسيس او هتديكوا انتوا وصدتنا. هي دكتور كويسه جدا وطيبه. انت عملت سويتش؟ عملت ايوه. ما انت شايف اهو. لا انا مش شايف. انا شايف فعلا. ام سوري كمل. اوكي ايه بقى النوميريكال اناليسيس؟ هي ان انتوا عباره عن انتوا تحلوا مسائل معينه زي اللينير ايكويشنز او انتجريشن او ديفرنشيشن ولكن باستخدام طرق عدديه. لو حد مش عارف انتوا في اعدادي ولا ما لحقتوش بسبب الكورونا في الانتجريشن كان في حاجه اسمها تريبيزويدال ميثود او مثلا خلينا في التريبيزويدال ميثود ان انتوا تجيبوا انتجريشن بتاع انتجريشن معين بس مش عن طريق استخدام الانتجريشن ذات نفسه لا بتقعدوا تعملوا شوية حسابات معينة كده بتجيب النتيجة بس مش أكيوريت 100% ممكن توصل أحيانا لأكيوريسي 100% ولكن في الغالب بتبقى قريبة فقط من الـ actual answer. فالمادة دي كلها عبارة عن إن أنتوا بقى تاخدوا methods تحلوا بيها مسائل. تاخدوا مثلا لو نيجي نشوف السيلابس شايفين السيلابس صح؟ ده كان السيلابس بتاع النوميريكال اناليسيس عندنا. في اول محاضره كانت الدكتور بيدينا زي انترودكشن نفس الانترودكشن اللي انا اديته ده وكمان بتعرفكم عن شويه مفاهيم هتستخدموها في الميثودز اللي جايه وهي ازاي مثلا تحسبوا الايرورز وانواع الايرورز اللي بتتحسب. الفلوتنج بوينت دي كان ليها شويه حوار بيلخبط فهي وضحته من اول محاضره وديتنا مثال على التايلور سيريز اعتقد دي كمان خدتوها في الترم الاول مع دكتور ممدوح او دكتور ساره او ايا كان اللي كان مديكوا في عدين. بعد كده بقى نبدا في المنهج الاصلي. هتبداوا في توبكس بتاعت اسمه ايه ده كيرف فيتنج. الكيرف فيتنج باسم نصين لو ينفع نقسمهم نصين هو نص الانتربوليشن. الانتربوليشن ده لو مثلا عندنا نقط معينه المساله بالظبط بتبقى عباره عن انه بيديك جدول كده فيه نقط وكل اللي عليك ان انت تعمل زي ايكويشن تجيب ايكويشن بتعدي على النقط دي بالظبط. طيب الايكويشن دي بنجيبها ازاي؟ بنجيبها عن طريق ميثودز numerical methods زي مثلا اللي اسمها هنا general newton lagrange او spline methods بتخليك تجيب الايكويشن دي مش شرط يبقى linear ممكن تبقى curves quadratic وhyperbolic والحاجات دي. تاني جزء بقى اللي هو في الكيرف فيتنج اللي هو الكيرف فيتنج الحقيقي اللي هو عندنا برضه في عندنا مجموعه نقط بس الكيرف او اللاين اللي هنجيبه مش شرط يعدي على النقط بالظبط لا هو بيعدي على النقط بحيث انه الايرور يكون مينيمم يعني لاين ستريت لاين او كيرف المهم انه يبقى اقرب حاجه لكل النقط ممكن يعدي على نقطه او اثنين لكن مش يعدي على كله. بعد ما تخلصوا البارت بتاع الكيربيتنج بندخل بقى على بارت الانتجريشن وهيبقى سهل قوي كمان لانه في اولا تو ميثودز تقريبا خدتوهم في اعدادي بس حتى لو ما خدتوهمش هم سهلين كده هتاخد 1 2 3 4 5 و6 ميثودز الستة سهلين حتى الدكتور علام بس في محاضرتين زي المثال اللي اديته لكم لو مثلا عندكم انتجريشن ل 2x dx انتوا بقى مش هتحلوها عادي اللي هو دي اكس سكوير لا انتوا هتحلوها وطبعا لازم يكون ليميت يعني في باوندريز. ف
فانت بقى مش هتحلوها بطريقة عادية، لا هتحلوها عن طريق ان انتوا تكتبوا سيريز معينة وفي ما بينهم بلس وماينس والحاجات دي. بعد الانتجريشن هتاخدوا اللينير سيستم او اللي انتوا كنتوا بتاخدوها في اللينير الجبرا، ازاي بقى هتحلوها عن طريق استخدام اللينير ميثودز. ودي اظن كمان لو فاكر كانت سهلة قوي، حاجات محفوظة. الصعب بقى يبدأ من الجزء اللي بعد النكتر موسيقى. ولكن المهم نرجع للسيستم اوف ايكويشنز. فبعد ما تاخدوا اللينير سيستم هتاخدوا النون لينير سيستم، وإلى هنا ينتهي اللعب. بجد بقى يبتدي بعد النكتر على حسب السيلابس اللي بتدخله. ولكن التوبكس اللي بعد كده تبقى تقيلة. ليه؟ انها اساسا في العادي هي تقيلة، اما بالك في النوميريكال بتاعها. زي ايه؟ زي الديفرينشيشن او الديفرينشال ايكويشنز كمان. فاحنا ما خدناش ديفرينشال ايكويشن بالطرق العادية اساسا، بس هي هتديك هو نوميريكال ميثودز عشان تحلوا الديفرينشال ايكويشنز دي. والديفرينشال ايكويشن بيتقسم لحاجة اسمها ODE هو الordinary، وفي حاجة اسمها PDE ده partial differential equation. وفي طبعا نوعين للpartial differential equations هتلاقوهم مكتوبين هنا، الregular وفي الirregular. هي الطرق، يعني أنا مش عارف أشرحها، لأن هي الطرق زي ما تقولوا algorithm بتاخده وبتمشي. بس الالجوريثم في البارشال ديفرنشال ايكويشنز او البي دي ايز محتاج شويه تفكير قبل ما تنفذ الالجوريثم. وفي عندنا الايجن فاليو بروبلم، دي تبع اللينير الجبرا اللي فوق. الديفرنشيشن العادي لو حاسين ان انا توهتكم، في موقع احنا كنا عملناه السنه اللي فاتت هيساعدكم ان انتوا تفهموا كمان، تتاكدوا من حلكم. في التوبكس هنا بالترتيب، في شويه توبكس زايده في الكيرف فيتنج احنا زودناها بعد ما خلصنا، او عصام زودها بعد ما خلص بسبب حبه للماده. لا احنا مهم. فهتلاقوا الانتربوليشن اللي قلنا عليه، الريجريشن اللي هو الكيرف فيتنج اللي بيجيب المينيمم ايرور. بعد كده في انواع تانية من كير فيتنج والانتربوليشن اتزودت، دي بره المنهج فسيبوكم منها. اهم حاجه الاول والثاني الجزء ده. في الكالكولس اهو في عندنا الديفرنشيشن والانتجريشن. وبعد كده في الديفرنشال ايكويشنز في الاوردينري ديفرنشال ايكويشن والبارشال ديفرنشال ايكويشن. وفي السيستم اوف ايكويشنز اللي هو اللينير الجبرا كان في اللينير سيستم نون لينير والايجن فاليو بروبلم. ده السيلابس باختصار. ما اظنش ان هيبقى في عندكم بروجكت السنه دي، ده كان بسبب الكورونا بس عندنا لما بقاش في فاينل. ولكن الماده بسيطه الى حد ما، دايما قلت لكم هتحتاج منكم حل. مش لازم تحلوا الشيفات كامل، ولكن تحلوا مثلا لغايه ما تحس ان ايدك اتعودت على الالجوريثم. بس طبعا لو حليت الشيت كامل ده بونس ليك، لان انت هتتعرف على افكار اكتر. هو كان في عندنا سبع شيتات. بعض الشيتات كانت بتتقسم لبارت، هي بارت 1 و2. المعيد ما تعتمدوش قوي على المعيد، هو كان كويس ولكن ما تعتمدوش عليه قوي علشان ما كانش ملاحق مع الدكتور كتير. الدكتور كويسة وبتحل في المحاضرة، وكان في كويزز إلى حد ما كتيرة وما كانتش صعبة، محدش يخاف. أنا أعرفش الصراحة نظام الميدترم أو الفاينل علشان ما خدناش لا ده ولا ده. بس بالنسبة للإحصائيات بتاعت السنين القديمة فالمادة دي يعني مش وحشة، صحيح بتاعتها حلوة وفي ناس كتير بتجيب امتياز وجيد جدا. ده كان كل حاجة بالنسبة للنوميريكال اناليسيس. هل في حد عنده أي سؤال؟
هو دلوقتي اللي محتاجين يبقى في فكرة عن يبقى في عندنا فكرة عن differential equations ولا هيبدأ معانا من الأول؟ لا لا خالص، هو الدكتور هتبدأ معاكم من الأول، وبعدين انتوا مش محتاجين تفهموا قوي طرق الحل العادية بتاعة ال differential equations، بس لو حد عنده فضول ما فيش مشكلة، ولكن ده مش مهم لأن انتوا كده كده ما بتحلوش بيه، انت بتاخد المسألة بتشوف ازاي تحلها نوميريكالي، والدكتور بتثبت الموضوع ده عندك كويس جدا، والحل كمان هيثبته. تمام. هل في أي سؤال تاني؟ أوكي خلاص، اتفضل يا عصام. المادة اللي بعدها خليني طيب، عشان هو سأل على differential equations فما أقدرش أسيبه كده. يعني هو فعلا المادة أغلبها concepts أنتوا already عارفينها، مثلا اللي هو الانتربليشن في الأول أو الكيرف فيتنج، أو بعد كده في الألجبرا تجيبوا intersection بتاع planes مع بعض، أو لو non linear حاجة زي كده. في الانتجريشن زي ما عبد الله قال بنعمل plus minus، plus الماينس بيظهر عشان يكنسل errors مثلا ولا حاجة، بس كأنك بت approximate الأريا اللي تحت الكيرف. فكل دي أصلا حاجات احنا خدناها قبل كده ما عدا ال differential equations. وإن فاكت أنا سألته ما فيش عندنا كورس هيشرح differential equations، ولكن في ال numerical analysis أصل الفكرة إنها في العادي كانت بتشرح في تالتة، وفي العادي قبل كده كان بيبقى في كورس differential equations ده اتشال على سنتنا، وفي السيجنالز بيتهيألي برضه في differential equations. فالفكرة هنا إن ما بيبقاش مهم إن احنا نعرف ازاي بحل ال differential equation theoretically، ولكن ال meaning بتاعها at least بيبقى مهم. يعني لو أنا كتبت كده بيساوي cosine x، دي أي حاجة كده يعني، مش شرط تكون ال solution بتاعها شكله حلو أوي يعني. فهنا أنا بدور على إيه؟ طب ممكن نروح على حاجة basic أكتر، لو أنا أصلا كتبت حاجة زي كده هنا أو بلاش حتى ال y ده، تخلوها بس x كده. هو أنا بدور إيه ال x اللي بت satisfy ال equation ديت، أنا عايز ال x اللي هعوض هنا هو بيها عشان أطلع 3. فال unknown هنا لو هي algebraic equation كده عادية، هو variable عادي رقم يعني في النهاية. طبعا لو حطيت y بقى ممكن لو دي كانت y بدل x فممكن نخليها y بيساوي 3 ناقص 2 x، واي اكس انا اهو هتطلع لي واي. لو رجعت انا اهو وهي فيها واي الاثنين بيساتسفاي، يعني بيساتسفاي للايكويشن نفسها، ولكن يعني خلوني ابص على ارجع لده كده اللي هو كنت بطلع منه رقم. ممكن اطلع ايكويشن لو معايا اثنين فاريبلز، بس في الحاله ديت لو اديتني كمان ايكويشن هديك رقم. فهنا اهو اللي انت بتدور عليه مش بيبقى رقم، بيبقى فانكشن. يعني هنا في فانكشن مجهوله اللي هي واي، انا عايز واي بيساوي fx بحيث هعملها هنا هو derivative مرة، هعملها هنا هو derivative مرتين، وهضربها في x و y تطلع لي cosine x، هتقولي ال y بيساوي fx ديت. In fact في الثانوي كانوا بيدونا ال differential equation ديت لو حد فاكر، وكانوا بيدونا ال solution بتاعها، وكنا بنعوض انها عشان نثبت انها بتعمل satisfy ال equation. فده مثلا لو هي equation واحدة، انتوا اللي عملتوه already في الالجبرا اصلا ان انتوا حليتوا الايكويشن الواحده ديت، بس بشرط ان ده يكون كونستنت، وده يكون كونستنت، وان يبقى في كونستنت بالايجن فاليو بروبلم. الايجن فاليو بروبلم دي كلام كبير قوي يعني، كميه الابلكيشنز في الماث في كل حته يعني، فجاه كده انت بتعملي ايه هنا، هي موجوده وخلاص على طول. المهم ان غير كده بتحلوا برضو سيستمز، يعني مثلا حاجه زي كده، مثلا I think ده اللي انتو بتكتبوا حاجة زي كده x plus y، وبعد كده dy على dt بيساوي x squared plus y. يعني هو انا عندي two functions مجهولين، x function في t y function في t، انا عايز اعمل ال x derivative بالنسبة لل t، اطلع ده طبعا هعوض بال function بتاعت ال y، واما اعمل لما يبقى عندي ال function بتاعت ال y في t واعمل لها derivative واحط هنا ال function بتاعت x في t، تديني برضو ال function بتاعت y في t من الاول. هو في النهاية ال unknown هنا عبارة عن إيه؟ عبارة عن function مش رقم، إنما هنا كان رقم. of course لو دي كانت y يبقى محتاج كمان equation تساعدني عشان يجيب الرقم.
زي انا هو لما دخلنا تي احتاجنا كمان equation. فده اللي انت مثلا محتاج انت او انت محتاجين تعرفوه عن differential equations انها بتتحل ازاي. يعني طب احنا كنا بنحل اصلا في اعدادي، محدش حل فيكو دايت في اعدادي قبل كده، هي دي differential equation. كنا بنمد الاكس ايوه على اليمين والواي تبقى على الشمال وننتجريت. بالظبط ايوه بالظبط، بس دي بنعوض بنقطه عظيم بالظبط، بس دي سيبربل بقى، انما في العادي مش سيبربل. انت فكره النوميريكال اناليسيس لو هي مش سيبربل بيبقى في تكنيكس ثانيه طبعا. ايدر بتعمل اوكي ممكن تعمل سبستيوشن تخليها سيبربل او او بتتحل بطرق تانية خالص، ولكن الفكرة ان النوميريكال اناليسيس اقوى من كده بكتير. ليه؟ لان هو في النهاية مش هيطلع function. هو النوميريكال اناليسيس لو انت عايز تحل differential equation بيه هو هيسألك الفانكشن اعتبرها معايا عايز تعوض بكام وانا هقول لك هيطلع لك كام، فهو ده هيبقى حلك في الاخر دل عشان الباوندرز. لا علشان انت دلوقتي النوميريكال اناليسيس انت عمرك ما بتطلع، انت اسمه النوميريكال بتطلع ارقام بس. يعني دلوقتي مثلا الانتجريشن ما ينفعش بالنوميريكال اناليسيس تقول لي انا هكامل كده وهات لي حاجه هات لي الشكل عامل ازاي. لا انا هكامل قول لي منين لمنين بالظبط. فهو في الديفرنشال ايكويشنز مش هنعرف حتى نطلع الفانكشن ده، هو هيبقى السؤال انت عايزني اعوض بالفانكشن عند كام وانا هطلع لك الاجابه بعد ما نعوض بالرقم ده بابروكسيميشن معينه. في النوميريكال يعني عشان في ناس بتضايق هو ليه ابروكسيميشن او كده، هو على طول لو انت حبيت تتعب اكتر يعني الايرور ده حاجه في ايدك ده اللي انت هتعرفه في اول محاضره. انت لو عايز تبقى 99% اكيوريت مفيش مشكله بس هتتعب كتير قوي. طب وايه يعني نخلي الكمبيوتر يعمل 1000 ايتريشن؟ ادخل على ماثيماتين وخليه يعمل 1000 ايتريشن يطلع لك حاجه 100% ايرور. هي عمرك ما بتوصل ل 100% بس كانك وصلت ل 99.99999 كل ما بتزود. فهو powerful ليه؟ لأن أصلاً كمية differential equations الموجودة يعني equations العادية اللي عندنا لو أنا عملت كده ففي أرقام بلا نهاية أقدر أخد منهم، يعني دي كده الأكس الواحد على طول. إنما لو واحد جاي يكتب differential equation من دماغه ما يتوقعش إنه هيلاقي function موجودة تحقق الموضوع ده. يعني الفانكشن أنا عملت كتبتها من شوية ديت أصلاً مثلاً كده، بعد كده رحت قال بيساوي كمان كوساين اكس. مين قال ان في فانكشن ديفايند موجوده اقدر اعمل بيها كده اهو دلوقتي وتطلع كوساين اكس؟ على طول هيبقى في فانكشن ممكن اعبر عنها مثلا بتايلر سيريس او كده، انما الفانكشنز اللي احنا عارفينها كوساين اكس ساين اكس مش عارف 10 اكس اي تو ذا باور اوف اكس الناتشرال لوج بتاع اكس واي كومبوزيت فانكشن ما بينهم او حاجه زي كده. انما بقى ان اي حد يكتب ديفرنشال ايكويشن من دماغه او اي ديفرنشال ايكويشن ويبقى ليها حل موجود في الفانكشنز اللي هي معروفه ديت ده بيبقى حاجه uncommon، بتبقى على طول اصلا سيريس وسيريس مش شرط يكون شكلها حلو كمان، وبالتالي بيبقى satisfactory. يعني لو انت قلت لي انا عايز اعوض بواحد واثنين وثلاثه و17 و22 دولت اللي محتاجهم فطلع لي الانسر فطلعه كده كده. لو طلعت لك السيريس هتتعب معاها اكتر بكتير من اي فانكشن عاديه لان في العادي مش هيطلع فانكشن عاديه. سوري بجد عشان طولت، ولكن لا كل اللي محتاجينه الميننج بتاع الديفرنشال ايكويشن. انا بدور على فانكشن هنا اهو بتحقق الايكويشن ديت، انما بتتحل ازاي انتوا بقى في النوميريكال اناليسيس هتاخدوا ممكن نحلها ازاي. يعني مثلا في الاريا كنا بنقول يلا نعمل الريكتانجلز كده اهو ونعتبر ان دي الاريا بتاعتنا. لا هناك هنقول نحاول نمشي على الكيرف بتاع نبدأ نعمل straight lines وانت هتعمله approximation and differentiation نفس الطريقة ديت، مش هو عبارة عن slope of tangent وتقوم قلني طب يلا ناخد نقطتين ونعتبره tangent طب نقربهم من بعض عشان نقلل الارر. نفس الموضوع هنا بس هتمشوا بالخط ده على الكيرف عشان لحد ما توصلوا للنقطة اللي انتوا عايزين تعوضوا بيها. وتشوف الموضوع ده اكتر والمادة entertaining جدا و I think على طول تعرفوا تعملوا checklist solutions. الreference بتاعها حتى حلو من على الويب سايت و perhaps هي محلولة على الدرايف وكده فالدنيا جميلة إن شاء الله. أوكي أو كده كده ده هنا صح ده هنا عند آخر مادة أصلا. ماشي الميكانيكال انجينيرينج متقسم sorry إلى thermodynamics و robotics. الثيرمودينامكس ديت أصلا احنا أخدنا already thermodynamics في إعدادي متقسمة برضو يعتبر لجزئين.
في أول جزء اللي هو شبه إعدادي بس أسهل بكتير شوية، يعني الإعداد اللي كنا بنعمله في إعدادي قصدي أصعب بكتير. فاكرين الجدول بتاع دكتور ميسيري كان فيه باين 4 صفوف، لو على حسب البروسيس بتاعتنا ايزوثيرمال ولا ايزوكوريك ولا ايزوباريك ولا ايسنتروبيك هاديابيتك. لا ده انت هتاخده بين اول صفين فيه والدنيا حلوه قوي، فمجرد ايكويشنز وفهم الدنيا جميله. حتى لان هو يمكن فيه 3 شيتس وفي كويز، والدكتور طيب لذيذ يعني جدا، دكتور لذيذ في الثيرموداينامكس. تاني جزء بقى ده مش متعلق قوي بالجزء الاولاني او اللي احنا خدناه في اعدادي، بس متعلق بالثيرموداينامكس نفسه اللي هو بيتعامل مع الكوندكشن والكونفكشن والرادييشن، والاهم من كده ان احنا بقى نحل فيهم. ف I'm sure ان اغلبكم هيبقى فاكر عشان انتوا لسه يعني في الالكتروماجنتيزم، هيبقى فاكر اللابلاسيان. حد فاكر ده كان بيساوي ايه؟ حد يقول بقى لو سمحت. ماشي، الله ينور. هو المفروض في لابلاس بيكوال زيرو. اوكي لا كانت... لا ده في حاله بيساوي زيرو ولا بلس بزيرو. او بواسون المفروض بي لكن بواسون كانت نيجاتيف رو بي على ايبسلون نوت تقريبا. ايوه هو ده اللي انا عايزه. اظبط، هي لو لابلاس يبقى لازم احطها في زيرو، غير كده غير كده هتبقى نيجاتيف رو بي على ايبسلون. على فكره قلت لكم حتى الكلام ده مش هتستخدموه في الالكتروداينامكس، ولكن هتعملوا بقى نفس الموضوع بس على التمبرتشر. وهيبقى في سبيشال كيس برضه بصفر، ولكن في العادي مش شرط يكون صفر في نوع حاجه. وفي العادي الايكويشن معقده اكتر من كده كمان، يعني هي في العادي اصلا مثلا كده اهو اضرب في كونستنت بارشل تي على بارشل اكس، طبعا واي وزي ومعاك السلندريكال والسفيريكال. الفكره ان ده حصل معانا في اخر اسبوعين، فاحنا اولموست ما خدناش بالنا قوي. ولكن لو ال k ديت constant يبقى ده نقدر نخرجها بره ونكتب ده. لو كمان بتساوي صفر عشان في term هنا هو بقى مش عارف بتاع ايه، يبقى نقدر نكتب اللابلاس يعني واحنا مرتاحين قوي. فهي هيبقى فيها الموضوع ده برضه، يعني هتحتاج مثلا ان انت تحله already هتتحل معاك في المحاضرة، و already هتطلع closed form solution لل rectangular واللي ال spherical واللي ال cylindrical. ولكن اللي حصل في الفاينل بروجكت كان ان انت تحلها، بس هو كان مغير الكونديشن في المحاضره. في الكونديشن مش فاكر كنا عاملين assumption ان بيتا كونستنت، هو خلى البيتا كان في بيتا يعني اهو هتلاقوا الترم اللي كان معلمين function في temperature نفسها، وبالتالي الديفرنشال ايكويشن تتحل من الاول. وكانت زي ما كان بيقول ممدوح من شويه، كانت حاجه كده اهو يعني في الاخر، عشان هو في العادي انت مش بتشتغل على الثلاثه dimensions، هو بس على الاكس. فده كانه دي تي على دي اكس، وهنا هو بقى شويه حاجات، وتقعد تحل الايكويشن ديت في كل ال ريكتانجلر والسفيريكال والسندريكال وكده وبس. فالاوت كوم الجميل قوي لما انت تجرب تعمله في ال ريكتانجلر اي ثينك في الكيس ديت، هو ان الموديل نفسه كان بيبقى برضو يعني ده اوريدي كده شبه الالكتروماجنتيزم، واضح ان الفي شبه التي، يبدأ يتحول لأن هو كمان شبه السيركتس نفسها. وبقى معاكم القانون الجميل ده إن دلتا تي بتساوي فاي في آر زي في بيساوي آي في آر، ده كده الهيت فلكس اسمه كيو برضو، وده الثيرمال ريسيستنس. وهتعرفوا ازاي تحسبوها، يعني هتبقى حاجة تريفيال اللي انت تحسب الثيرمال ريسيستنس ديت يعني. فبرضو بقى ممكن كده ونعتبرهم بارلل مع بعض وكل حاجة. فالجزء التاني ده شيق وجميل. يمكن الحاجة الوحيدة اللي فيه فكركم تاخدوا بالكم من لابلاس يعني بس، يعني ان شاء الله في الغالب اصلا في الفاينل ما تحتاجوش اكتر من الكلوز فورم سولوشن اللي انتوا استخدمتوه اللابلاس يعني، او لو هي بوسون. هي الفكرة ان الاوبريتر ده نفسه اسمه لابلاس يعني، لما انت تضرب ده في ده اسمه لابلاس يعني، ولكن لما نسويها بصفر بقت لابلاس ايكويشن اي ثينك، ولا ام نوت شور. ولكن كده اهو حط لي اي حاجه هنا، ده كده اسمه لابلاسيان زي ما ده كان اسمه gradient and so on divergence. فكنت بقول ان شاء الله ده closed form equations، غير كده I'm sure ان انتوا جامدين قوي.
ولا اي حاجه يعني. ده كده وصلنا هنا لحد كويز، ما شفناش حتى ميد تيرم، ولكن الشيتس لطيفه. حتى في الجزء الاخير ده ما تهياليش ان انا احتاج احل الايكويشن من الاول في الشيت او اي حاجه زي كده. فده اول جزء. تاني جزء اللي هو الروبوتكس. اي حد هنا لو دخل student activity اسمها روبوتكس، ف يبقى فيها embedded systems وحاجات زي كده. لا ملناش دعوة بالكلام ده خالص، ماشي. الروبوتكس اللي هنا ديت مختلفة. خليني بس ادي اخر نقطة هنا، هو في reference و reference لطيف. نرجع هنا اهو، of course الدكتور اللي هنا غير الدكتور اللي هنا. الروبوتكس كانت في الاخر خالص، يمكن انا لحقت فيها اول محاضرتين وما كنتش محتاجهم اصلا، يعني ما فيش اي حد كان محتاج اي محاضرات، لان في التيك هوم ريسيرش اكزام كان يا اما تعمل عندها يا اما تعمل عندها، وده ولا اي كويزز ولا اي حاجه، فيه بس يمكن تو اساينمنتس. فاللي بيحصل هنا هو ان انت بتعرف انواع الروبوتس، ولازم هنا هو بس نكلير اب هي ايه الروبوتس ديت اصلا، يعني عشان مش هي الروبوتس اللي بتبقى على بالنا. Perhaps احنا كنا عاملين فيديو على اليوتيوب بي ديمونستريت الموضوع ده، ف مش عارف اجيب منين الفيديوز كده مثلا. كان في، عشان هي مش الروبوت اللي هو كروبوت عادي، لا ايوه هو ده. طيب مش عارف هو يشغل عشان كنا حاطين معاه ميوزك. ف يعني الجزء النظري هو انه نبقى عارفين الانواع ديت، كل من دولت نوع مش عارف بقى ار ار اس بي حاجات كده. عموما اتفرجوا شويه. اسعارهم غاليه جدا، مش عارف حطيتهم ليه ساعتها. بس معانا حسام في الدفعه هي جدا في الحاجات المتعلقه بالجرافيكس، ف بس بالتالي الدكتور يعني قال يعني هي متعلقه اكتر بجزء الميكانكس مش بجزء ده حلو قوي اللي انت قلته ده بالظبط، هي متعلقه بالميكانكس، لان انا كنت لسه هقوله دلوقتي. هو ان انت بقى الايكويشنز او اللي انت هتحله او اللي حضرته اتليست في اول تو ليكتشرز كان حل ايكويشنز كتير، عارف بقى الاكس دوت والواي دوت والاكس دبل دوت والواي دبل دوت. ف ايوه الجوينتس بالظبط. ايوه انت حضرت بتحضر من ورايا ولا ايه بالظبط؟ الجوينتس دوت هيبقى اسمهم ريفولوتس. والحاجه اللي هو بصوا كده عشان يلا تاخدوا ديت معلومه هديه، ده كده يعتبر ريفولوت او ممكن تقول باين عليه جوينت، ده نفسه بقى اسمه اكتشويتر. فانتوا هتلاقوا نفسكم بتحلوا سيستمز اوف ايكويشنز، بتطلعوا اي ثينك في مره كنا بنطلع الانجل دي بتتغير ازاي، لو دي كيو يبقى كيو دبل دوت، وفي نفس الوقت اكس دبل دوت واي دبل دوت وحاجات زي كده. يعني دي بعيده شويه عشان دي بعد الميد تيرم وكده هتشوفوها. الريسورسز عليها honestly في الاساينمنت كان الواحد بيحتاج يقلب بالنت جامد عشان يلاقي حاجات، بس كنا بنلاقي حاجات في الاخر وبنحطها على الدرايف في الغالب بالكاتالوج بتاع نوع من الروبوتس معين، عشان فيها نظري برضو. يعني حتى الثيرموداينامكس فيها نظري، بس ده ما اقدرش اقول عليه نظري، ده ممكن ام سي كيو وحاجات تفكر فيها. ده يمكن اتقل شويه بالنسبه للي في الشيت، يعني كان بيبقى فيه نظري من العيار اللي هو اكتب الفرق ما بين الورك سبيس ومش فاكر ايه الورك سبيس، اللي هي لو معايا مثلا روبوت كده ايه كل الاماكن اللي يقدر يتحركها. يعني فاكرين في الفيديو كان فيه كارتيزيان روبوت كده، كده هو مش عارف دراع كده، فده يقدر يتحرك في اي حته في الكيوب ده مثلا، صح جنب مين مش عارف متخيلين ولا لا. لو هي دايره وكده وحاجه نازله، يبقى في الغالب الورك سبيس بتاعته عباره عن سيلندر، لو ده بيعرف يطلع وينزل، صح سوري على اللي بيحصل. لكن بس يعني في اي حد عنده honestly مفيش كلام كتير قوي في الاثنين دولت، بس هم لذاذ. يعني انتوا هتلاحظوا ان انتوا لما تدخلوا بقى على الثانيه المواد هتبدا تبقى فوكس ده اكتر على الحاجات المتعلقه بالكمبيوتر ساينس وكده، ونفس الموضوع ثالثه وكده. يمكن
في التانية مهمة قوي ان انتوا زي ما عبد الله ما قال تاخدوا بالكم من الداتا ستراكشرز، الداتا ستراكشرز نفسها التري والريكيرجن هتستخدموهم في الالجوريثمز حتى الجرافس. يعني هما هيفترضوا ان احنا خدنا، هما بالفعل افترضوا ان احنا اخدنا الجرافس وحصلت حاجات غريبة، ف I think نعمل صح هنا. اوبس، هو بس كمان في حاجة عايز أقولها بالنسبة للميكانيكال انجينيرينج، thermodynamics بديهي جدا إنها من قسم ميكانيكا باور، روبوتكس من ميكانيكا إنتاج، دي معلومة لازم تعرفوها. وكمان الدكتور بتاع thermodynamics بما إنه هو اللي هيبدأ معاكم هيقول لكم إن أنتوا هتاخدوا قشور القشور في العلم، لانه قعد تقريبا نص محاضره يقول لنا قد ايه الترم ده ما ينفعش تاخدها في نص ترم، ده في ناس صح على مدار السنين وف ما تخافوش انتوا هتاخدوا حاجات بسيطه قوي في المكان. بالنسبه برضو ل حوار الداتا ستراكشر والتريز والجرافس والريكيرجن والحاجات دي بالنسبه لسنه تانية، يعني نصيحه من حد مجرب في الأجازة بعد سنة أولى، لو حد مثلا قدر يخش على كورسيرا ويخلص كورس اسمه Algorithmic Toolbox هيبقى مفيد قوي ليكم، يعني هيريحكم قوي في مش قوي بس هيريحكم جزئيا في الكورس اللي اسمه Algorithm. هتلاقونا بنتكلم كتير قوي على الكورس ده، بس هو فعلا مهم، بيعتبر من أهم الكورسات على مدار الأربع سنين سواء في الكمبيوتر انجينيرينج أو في الكمبيوتر ساينس في كليات تانية. بس توفيق. في عندكم أي سؤال في أي حاجة في أولى أو في تانية أي حاجة كده؟ صوتك مش واضح، قولها بالراحة كده أو اكتب في الشات. هو ماشي، I'm sure ان احنا كنا بنقول اغلبهم، يعني احنا في البروجرامينج قلنا دكتور ماجدة، في البروجرامينج احنا بقى في الناحية دي بس برضو دكتور ماجدة، في الالكترونيكس قلت لكم دكتور كريم عباس، وof course لوجيك ديزاين، طالما لوجيك ديزاين لوجيك ديزاين يبقى دكتور ايهاب دكتور ايهاب، ان هو قلت لكم ان هو دكتور محمد سند، وعملوا سيرتش على ويكيبيديا. عبد الله قال هنا انها دكتور اميني، انا honestly انا thermodynamics دكتور سيد خلف، روبوتكس دكتور محمد الجميل، جميل ولا الجميل؟ الجميل الجميل. طيب البروجكت مانجمنت دكتور هشام ابراهيم، فدي دكاتره، انما المعيدين بيبقوا على طول subject to change، ان هم يتغيروا بيبقى مش بنحفظ اساميهم قوي، يعني هنا هو الدكتور هو المعيد، هنا هو دكتور، هنا هو المعيد باشمهندس سرور، هنا هو مش عارفين اسمه بصراحة، أنا مش فاكر اسمه أتليست، هنا هو يحيى باشمهندس يحيى، وهنا هو اللي بيديكوا السيركتس دلوقتي زي ما عبد الله ما قال، وهنا هو برضو باشمهندس أمان وباشمهندس علي، هنا هو مفيش سكشن بسرعة ممكن نبقى نكتبه لكم، بس هو كده كده برضو متسجل. علماً بأن برضو الدكتور هشام ابراهيم بتاع البروجكت مانجمنت ممكن مش هو اللي يديلكم، يعني يا الله اعلم مش هو، يعني يا ريت ما يبقاش هو علشان ما ياثرش على علينا، لانه زي ما قلت لكم هو يا دوب بيدينا احنا في وقتنا، يعني كمان كان بتاخر علينا في حاجات خاصه ايام الشغل علشان جدوله مش بيسمح له انه يجي مثلا الفتره غير الفتره الخامسه وما بعد كده، إن شاء الله يعني يكون دكتور تاني بالتوفيق. سؤال برضو في الحتة دي، هو الترم الأول عرفنا نجمع سكاشن ونضم أو حاجات من دي، يعني هل نعرف نعمل حاجات زي كده في الترم التاني ولا الموضوع يبقى صعب؟
تعرف عادي يعني. لو في نزول بتكلم المعيد بتقول لو في نزول انا اقصد بالنسبه يعني في سلاسه في مواعيد المواد يعني. عادي زيها زي اي ترم حتى في السنين الجايه يعني. بس اتاكد يعني علشان ما حدش ان المعيد موافق يعني. هذه الفكره المعيد والطلاب برضو بالظبط. ابقى عامل البول الاول وبعد كده لو الدنيا تمام كلم المعيد او في غالب المعيد او الدكتور وبس. هو احنا ممكن مثلا نمشي اول اسبوع عادي ونعمل بول مثلا في الاخر ايه المواد اللي حابين نضمها او لو في امكانيه نضمها نضمها يعني. يعني ناخدها الاول من زمان يعني مكان نروح نشوف المعيدين. تمام تمام. طيب شباب في اي حد حابب يسالهم عن اي حاجه بخصوص الترم اللي احنا عدينا بيه يعني مثلا او اللي جاي براحتكم خالص. هو بالنسبة لللوجيك آخر يعني هل حتة إن مثلا في جزئية ما لحقناش مثلا ناخدها هتأثر على الترم التاني ولا الدكتور مثلا هيبقى عامل حسابه ولا إيه؟ أنهي جزئية ما لحقتوش تاخدوها لو أنت فاكر قولي التايتل بتاعها حتى. وأعتقد آخر حاجة كان أهم المالتيبلكسر تقريبا أو حاجة زي كده. ماشي المفروض تكونوا كان في مالتيبلكسر وكان في دي مالتيبلكسر وكان في حد قبلهم اصلا مين فكرني؟ ديكودر وانكودر. ايوه الديكودر والانكودر هما الاربعه دولت اولموست ما فيش حاجه في المنهج بعد الاربعه. فانتوا لو اخدتوا الاربعه دولت يبقى انتوا يعني يعني كل اللي في الاخر كانت اتكثف في اخر محاضره نزلت يعني كانت محاضره كبيره قوي. بالظبط هو الفكره يعني احنا بالنسبه لو انت سالتني كعصام كنت أقول لك أنا كنت حاسس إن اللوجيك ديزاين في الترم الأول هادية خالص أو الريت مش طويل أو مفيش كونتنت كتير. فأنت يمكن عشان حتى هو مش بينزل كونتينيوسلي لو أنت بتقول كده هيكون أكبر شوية. ولكن لو أنتوا شفتوا مثلا اللي بيحصل في اتصالات أو كده كانوا بيخلصوا ولا كانوا يعني يعني مخلصين كتير أوي فدي النقطة. هو بص هو الموضوع بكل بساطة لو انتوا اخدتوا الاربعه ديفايسز مش المفروض مثلا ما همش ديفايسز الاربعه سيركتس اللي هم الانكودر والديكودر. الانكودر كنت بتعمل منه برايورتي انكودر والديكودر والمالتيبلكسر والدي مالتيبلكسر وفاهمينهم اي ثينك ده بيكواليفاي تماما ان انتوا تدخلوا تفتحوا فاينل اكزامز وتحلوها كلها. لان الفاينل اكزام ان هي ثلاث مسائل او اربع مسائل مش كبير قوي هتلاقوا فكرته واضحة يعني. أنا فاكر في محاضرة كان فيها فان أوت وكلام كده نظري ما حصلتش خالص. فاهمين قصدي؟ فادخلوا على الفاينلز. أنت لو عايز لو أنت فاكر حاسس إن المنهج ما خلصش ادخل على الفاينلز وشوف كده الدنيا عاملة إزاي أو قول لي أنت فاكر إيه التايتل اللي كان المفروض مثلا يتشرح ما اتشرحش. ولكن أنا فاكر دولت آخر أربعة ودولت اللي كنا بنحل عليهم مثلا. اتفقنا اللي هو ال HDL تقريبا او كنا ندخل في الفيرلوج والحاجات دي يعني. لا 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 ده في الترم الثاني حضرتك الفيرلوج ده في الترم الثاني قلت تمام يعني. والفيرلوج ده استغفر الله العظيم ربنا معاك ربنا معاك في بجد يعني. يعني اصل هو زي ما عبد الله ما قال HDL يعني هو هاردوير ديسكريبشن لانجويج. فانت بتستخدم السوفت وير عشان توصف سيركت معينه فبيحصل يعني الحاجات اللي بتعمله كومبايل نفسها هي مش عارفه هي بتعمل كومبايل لايه وحاجات غريبه. فان شاء الله يكون مش فيري لوج يكون عبد الله انت قلت ان في اوبورتيونيتي باين ان هو يكون في اتش دي ال يبقى احسن. ان هو الفيري ده يعتبر ميم كده في البروجرامنج وكده. هو الاثنين زي الزفت والسوفت وير اساسا تقريبا هتشتموا السوفت وير كتير اللي يعني. هو عبد الله في فيري لوج على في اس كود مفيش صح؟ هو في بس ما بيحصلوش. تستخدموا السوفت وير ده اللي بيديه لكم اسمه موديل سيم علشان حوار السيميوليشن. ده يا نهاري
تشوفوا السيميليشن قدامكم. انما الفكره ان انت ممكن تكتب فيري لوج في اي مكان عادي، هو فايل في الاخر زيه زي سي بلس بلس زي بايثون. انا قصدي اكلمك لو في اكستنشن على فيو سكود بيفاسيليت الموضوع، عشان موديل سم في ايرور ويسيبك، والايرورز بقى ايرور من لا مكان، وايرور واحد يعمل لك 15 ايرور تاني وتقعد يوم بحاله. فهو يعني هو اللغه نفسها مش فاهمه هي بتعمل ايه والكومبايلر عشان السوفتوير مع الهاردوير بالطريقه ديت. بس لا بس لا اتفقنا بجد، الدنيا ان شاء الله جميله، وكل حاجه تاخدوها على الاقل على الاقل احسن من الاسمبلي يا صاحبي. لا يعني طب انا بحب الاسمبلي اكتر بقى. انا ما يبقى ربنا معاكم انتوا كمان والله حبيبي. بس طيب خلاص انا هندي ويندو كمان دقيقتين، من دقيقتين لثلاث دقايق، عشان لو حد عنده بس اي سؤال في الترم ده والترم اللي جاي. وعلى فكره طب خلونا عدي عبد الله على انت فاكر الفاينل بتاع البروجرامينج كان اخباره ايه؟ programming techniques. الفاينل هو كان شبه المتر، انحوار في true and false في الاول، بعد كده في شويه اسئله بتخليك implementation. كان في implement، كنا بنعمل الاري، يعني تقريبا كانت بتعمل لينك ما بين الداتا ستراكشرز والبروجرامينج. فاظنتوا في الداتا ستراكشرز انتوا اللي هتعملوه، انتوا اللي هتعملوا كيو والستاك وكده. فكان في باين ان انتوا تعملوا الاري، عشان الفكره ان الفاينلز بتاعه البروجرامينج الدكتور مش بتنزلها. خدتوا الايرور هاندلنج والحاجات دي ولا لا؟ الاكسبشن ايه؟ الاكسبشن هاندلنج ده موجود برضو، ده كان تريسنج، ده كان في مساله عليه تريسنج في الفاينل. وكان في سؤال على التمبلت. كان تقريبا كان في سؤال، ولكن الوقت هو اللي كان مشكلة في الامتحان ده أكتر من الصعوبة. يعني لو حد حالل أو عامل الحاجات دي implement بنفسه بيحل اللابز، أنا عن نفسي حل اللابز كان مفيد قوي، إن أنا كنت بعمل لهم implementation، كل لاب بينزل باخد الأسئلة اللي فيه بكتبها، ده فادني قوي. فحاولوا تعملوا implement على قد ما تقدر. هو انا بصراحه ما كنتش بفوكس على اللابز قوي، بس الشيتس كروشال، يعني الشيتس لازم تبقوا عارفينها كويس. وفي النهايه الدكتور كانت ساعتها نبهت على ان الاري مهم في الفاينل، او كانت قالت انها بتجيب سؤال في كل فاينل على الكلاس بتاع الاري او حاجه زي كده ومحدش بيحله. فده كنت بقى اللي شفت ركزت على قصدك كلاس ايه؟ ما اعرفش بصراحه، ده اللي فاكره كلاس. كأنك بتعمل data structure للأري، بس بتعمل بقى معاه operator overloading كتير. فاهم قصدي؟ كانت قالت يعني مثال على كلاس كده، فاهم اللي هو الأري بس هي اللي بتحط قواعد وهي بنفسها. ايوه بالظبط بالظبط، هو ده اللي انا بتكلم عنه. طيب مش دي البروجرامينج. السيركتس، طيب بص السيركتس اللي حصل ماشي عادي جميل جدا عادي، ان يبقى فيه مثلا يعني هو عباره عن سيركتس كتير، وحل بقى يمكن اول صفحه دي سي وتاني صفحه اي سي. ان شاء الله ده بقى الامتحان بتاعه هيبقى موجود وتعرفوا تحلوه. هو الامتحانات اللي قبله كان طبيعي ان في مساله او اتنين اصعب من العادي، فده طبيعي لما يبقى في حاجه صعبه فهي بتبقى صعبه على كل وجه. فعشان بس يعني يعني هنا الكي هو البراكتس، بس ان انتوا تكونوا حليتوا كتير، تدخلوا وانت او انت ايدك متعوده وبس تخلص قبل الوقت. يعني انا حتى ما حسيتش ان الوقت هنا هو كان مزنوق قوي، يمكن الوقت كان مزنوق عندي هنا. بس فهي بتختلف من شخص لاخر. عبد الله يقول لي انت بتهزر، بروجكت ديزاين ازاي الوقت كان مزنوق؟ جيت تلت ساعه متاخر. هذا هو كان مزنوق فعلا، كان مزنوق اصلا مش جيت تلت ساعه متاخر بس. طيب الحمد لله. فهو كان ثلاث برضو ثلاث مسائل. كان انا فاكر ان كان في مساله برايورتي انكودر الدكتور قالها في المحاضره اوكي كتير قوي، حللناها 20 مره قبل كده وجاها تاني، كانت قصدي تتكرر في الفاينلز اللي قبل كده كتير. فهنا هو اتس كي ان انتوا تحلوا الفاينلز اللي قبل كده كتير، يعني هو هتلاقوا نفسكم بتحلوا فاينلز بعد كده at some point.
الدكتور كان مختلف، فالاسئله يا اما قلت او شكلها بقى مختلف. البروجرامنج يعني ان شاء الله تلاقوا فاينلز عشان الامتحان على الورقه. الالكتروماغنتيزم اي كان جادج ان هو كان جميل، وكان برضه في اول مساله كان يعني اللي هو تفكير وكده، فانا كنت ساعتها نطيت ورجعت لها في الاخر. ولكن يعني هو كومبريهنسيف برضه، بيعدي على توبكس كتير قوي. اوف كورس مساله زي بتاعت الكاباستر واللابلاسيان تتوقعوا يا اما تيجي، كان ممكن تيجي سفيريكال او سلندريكال، والدكتور كان قال عليها تتوقعوها تاني. وهنا هو برضه هيبقى في اوبورتيونيتي ان انتوا تحلوا امتحانات اللي قبل كده. ايه رايك في الماث يا عبد الله؟ الماث في مشكله برضه ان المنهج لسه جديد، فمفيش فاينلز قديمه وكده. بس الالجبرا انتوا دكتور لوسي كديكو؟ لا دكتور عبد الكريم. صح. طيب هو انا كان تدينا دكتور لوسي ودكتور لوسي طيبه جدا جدا جدا. فهو كان عباره عن امتحان اللي هو انت ممكن اللي يقفله سهل ان انت تقفله، او مش هقول ان هو سهل، بس هو كان جميل جدا اتليست مقارنه بالكالكلس. وممكن اقول سهل ان انت تقفله لو انت above average او average حتى. انما الكالكلس بقى، فركزوا بس في الكالكلس زيادة عشان مش هتلاقوا فاينلز كتير برضو. هتلاقوا فاينلز اتصالات اللي الدكتور ايهاب بيحطها، بيحط بقى مسائل ايه كبيرة قوي ولكن ما فيهاش حاجة. والله انا كنت يعني مسألة كده equation قد كده، فكده تدخل تحلها ايه ده كل ده بصفر سلام. طيب المهم انه بالنسبه لي على الكالكولس هنا، هو مين اللي بيديكوا؟ لو عشان لو مش نفس اللي بيدينا يبقى اصلا كلام تاني. دكتور محمد عصام؟ لا طب ده مش هو. احمد دكتور احمد عصام ده حصل عن دكتور سويتش اعتقد كان قال ان هو اول سنه دي برضه في القسم عندنا. طيب. وكذلك المعيد برضه اول مره يجي يقول حسابات برضه. اسمه ايه المعيد؟ مش مهندس اسامه توصم، كان في اعدادي تقريبا، سمعت اسمه في اعدادي. اديني في اعدادي يا نهار ازرق، انت غلبت. عارف الماده دي ليه بيجي لها معيدين غريبين شويه؟ ما نقدرش نقول غير كده. الفكره كمل. طب خليني اسال سؤال بس هنا في الماث. كان يعني احنا الدنيا عندنا دكتور في الكالكلس اتليست، عندنا كان دكتور عبد الكريم كان عنده كده زي كتاب اسود ابيض كده بتستخدموه ولا حاجه؟ مش هو اللي بيديك اصلا في طبيعي؟ يبقى لا خلاص سلايدز. لا انا ما كانش عندنا سلايدز. طيب مش كده فعلا الدنيا اختلفت. ف بقول لك كل حاجه اتغيرت فعلا، وحسينا يعني في الميد ترم اصلا يعني كان ميد ترم عجيب. بص وقت كان صغير عنده ايه. هو ما تقلقش من المواضيع دي طول ما هو صعب، فهم يعني صعب. فلو هو صعب او الوقت قليل على كله فبيبقى خلاص يعني ما تخلوش الموضوع يأثر. لا وعاد انا مش حكيت كده، انا بنقول لك بس الكلام اللي بيتقال لي يعني مش اكتر. انا فاهم. عشان برضو اول سنه وكده. المهم السيفل انجينيرنج دي بقى فيها نظري، فخلوا بالكم. ها عارفين الموضوع ده؟ ايوه ولكن ايه ثابت، هو بيجي كل سنه نفسه. هو ان شاء الله بسيط يعني ان شاء الله تبقى كده يعني، بس بالنسبه لنا كان اولموست بيتكرر كل سنه، فهتلاقوه برضو ان شاء الله محلول على الدرايف. وبس اي ثينك دي كل حاجه بالنسبه بقى هتلاقوه على الدرايف. مسائل الكالكلس محلوله، كان دكتور عبد الكريم ادانا كده زي ملزمه مسائل ما كنت اقول عنها، بس عشان هو اتغير ف ما حتى اتغير دي حلو يعني يمارسوا ويشوفوا امثله محلوله قدامهم يعني. طيب بالظبط زي ما عبد الله قال في كده يعني عندنا على الدرايف هتلاقوا في كذا كتاب كالكلس فيهم مسائل، في واحد هتلاقوه بيشرح الموضوع وعمال بيحل، فده بتاع الشرح عادي، ده عادي ممكن تحلوا منه. ولكن اللي كان اهم منه هو كان واحد تاني كده كان فيه مسائل ليفلها اعلى شويه، surface integrals او line integrals، كان فيها كل حاجه يعتبر. فبالنسبة لنا إن حد يكون حالي ده كان حلو في الفاينل، لأن كان في مسألة يمكن أول مسألة كانت أصعب من الأفريج وكانت موجودة فيه. بس تمام
اوكي بس اظن كده ما شاء الله يعني كله بيشكر فيه يعني ربنا يجزيك خير على تعبكم فيه والله. لا حبيبي ثانية بس اللي كنت هقوله في الترم التاني إن شاء الله هتلاقوه أجمل كمان، إن أنا حاسس إن هو في الترم الأول مش منظم أوي، بس يمكن في الترم التاني هيبقى أجمل. هو بس تمام ماشي. إحنا حد عنده أي سؤال تاني يا شباب؟ هو أنا عندي سؤال عن المشاريع. أيوه أنا معاكي، دخلت متأخر فعلا في النقطة دي، فحضرتك ممكن تقولي إن أنا ممكن أسكيب يعني. دلوقتي المشاريع في كل ترم هتبقى دايما بعد المتر، عشان يعني دايما يعني بعد المتر بنستعد للفاينل، فما بقاش عندنا وقت. كمان ضغط المشاريع مع ضغط المذاكره، هل هم مثلا حتى بيراعوا ان الفاينل يعني ما يركزش على اخر الاجزاء اللي بعد المتر ولا اخر الاجزاء المنهج؟ عبد الله تقول انت البروجرامنج واقول انا لوجيك ديزاين او تاكس. انت بتتكلمي عن الترم الاول ولا الترم الثاني؟ بتتكلمي عن الترم الثاني صح؟ هو انا بتكلم بشكل عام يعني دلوقتي هل مثلا هتبقى دايما المشاريع بتبدا بعد المتر، فدايما نبقى مضغوطين بنلم المنهج الفاينل وبطل المشاريع؟ هو اول فيز هيكون ميكس غالبا يعني، في بعض بعد في بعض المشاريع بتبدا قبل بس برضو بتتسلم بعد، يعني كلهم بيتسلموا بعد، كلهم بيتسلموا بعض. ده جارانتيد ما عدا النوميريكال اناليسيس، كان في مش هقدر اقول عليه مشروع بس يمكن هنقول دي. عبد الله كان في حاجة صغيرة قوي في لا دي كانت دي كانت طبيعية يا عبد الله، دي كانت اللي هي كانت في الأول خالص البروجكت بتاع ده كان بايثون بروجرام بيعمل interpolation أو curve fitting، ده كان حاجة صغيرة من النوميريكال أناليسيس، ده كان قبل الترم الأولاني. لما غير كده طبيعي إن ممكن المشروع ينزل قبل الميدترم بأسبوعين أو حاجة زي كده، ولكن of course يتسلم بعد الميدترم. وليه ده بيميك سنس؟ علشان لما هو ينزل قبل الميدترم بأسبوعين فكده انتوا اخدتوا حاجات كفاية او لسه بتاخدوا شوية ان انتوا تفهموا حتى المشروع بيقول ايه، انما من الاول خالص هيبقى صعب ان احنا نفهم المشروع بيقول ايه. طبعا numerical analysis ده كان حاجة كده عن اول محاضرة، ده ما يتحسبش مشروع، ده حاجة خلصت في يوم بالظبط. اوكي انما الكبار فين الكبار دولت بالظبط، ف ما ينفعش ينزل قبل الميد تيرم بكتير. انا فاهم النقطه بتاعتك ايه. اوكي انت بتتكلمي برضو على انه بيبقى صعب ان الواحد يبالانس ما بين بقى المذاكره والمذاكره للفاينلز اللي هي الكونتنت اللي نزل في الاخر والبروجكت، وده حتى بيحصل عندنا، فهي almost كده على طول، ولكن بيبقى الذكاء ان الواحد يحاول ينظم الاسبوع بتاعه تماما بحيث ان هو يشتغل على البروجكت في نفس الوقت، يبقى في وقت ان هو يذاكر يدخل في تيم بحيث ان هم عارفين ان هم كلهم مثلا عايزين يخلصوا بدري قوي او حاجه زي كده. فبس ولكن يعني حتى واحنا في تانية احنا بالنسبه لنا اخر اسبوعين او اخر 10 ايام دولت كانوا مفيش اي حاجه غير بروجكت بس. هو اصحى نام بروجكت، عبد الله بيقول لي كنت لاغي النام ديت اصلا. فهو يعني هو طبيعي، بس على طول بيبقى في طريقة ان ممكن لو حد بيكيب اب على طول مع الكلاسز ان هو يقدر يمانج التايم بتاعه عنده لو هو قاعد في البيت بالذات، ففي 16 hours كل يوم عادي يعني 10 hours project و 6 hours مذاكرة وبينام 8. في ناس بتقولي بيناموا 4 فأحسن حط هنا 4 بس فهو ده طبيعي. وهي الفكرة ان موضوع pressure ده هو natural مش بس واحنا في الكلية، لا ده حتى بعد ما نطلع ونشتغل في اي شركة او كده طبيعي ان يبقى فيه pressure ويبقى فيه deadlines. كلمة deadlines دي مشهورة قوي كل الكلام ده. عايزكم تبقوا تعملوا accounts على LinkedIn، اكيد انتوا عارفين LinkedIn، وبعد كده اما تخلصوا اي مشروع بقى انزلوا على LinkedIn. of course على GitHub اشتغلوا، هو اول حاجه جيت هاب ده اول حاجه لازم يكون في جيت هاب ريبوزيتوري، وبعد كده بقى لينكدين بقى وشويه صور ايه، علشان زي ما الدكتور زي ما بيقول لكم في البرزنتيشن براند يور سيلف، فابدا بقى احط او ابداي كل البروجكت زي كل ما تخلص حاجه حاولوا تعملوها على طول بيرفكشن. انت تعمل حاجه بونص دي حاجه جميله جدا، تخلي شكلها اجمل دي حاجه جميله جدا،
بعد كده تحطها على لينكدين على طول، تعمل تاج لاصحابك لازم تكونوا عاملين كونكت لبعض وتنزلوها. انا مش عارف عملت ايه في لوج ديزاين، عشان احنا كنا بنعمل كالكوليتر او كده يعني، كانت حاجه هارد. كان مشروع سيميليشن لفور فور بت ادر لا اقصد عمليه اديشن وسبتراكشن، عمليه الارثمتيك الاربعه وبعد كده بتحولها. لا سيميليشن احنا عندنا كان سيميليشن وهاردوير. الرقمين بيكونوا فور بت وبتخرج على بنحول الباينري بي سي دي وكده 7 سيجمنت. ايوه ده ما هو زي اللي احنا عملناه اكسبت ذات، ان احنا محتاج نشتري كومبوننت. الموضوع ده ايوه احنا في الكليه اللي كده في ايوه ووصلناه هاردوير، وكان الموضوع يعني كان جميل. بس فهو بس عشان نكون جاوبنا على السؤال، الموضوع ناتشرال سواء احنا في الاكاديميكس او في الشغل، الكي هو ان الواحد يمانج تايم ويبقى في تيم عارفين ان هم هيشتغلوا مع بعض، ما يبقاش في حد مثلا عايز يشتغل بعد كده وحد عايز يشتغل دلوقتي وكل الكلام ده. طب هي دلوقتي الاوقات المشاريع ولا بتبقى المذاكره الفاينل؟ يعني طب حتى انا مثلا في مشروع مثلا زي السيركت، انا ما كنتش عارفه تقسيمه الدرجات عامله ازاي، يعني مثلا ما اعرفش ايه اللي انا ممكن اعمله اقل، يعني اقل مجهود مثلا ممكن اعمله بحيث ان انا اكسب اعلى درجات، بحس ان انا يعني ما خدتش المشروع كله. فما كانش مش يعني مش كل مشاريع مثلا زي البروجرامينج كانت متقسمه بالدرجات، فمشاريع زي ديت نتعامل معاها ازاي؟ هو لو انت قصدك التقسيم اللي هو انه جوه البروجكت يقول لك مثلا 20% ودي 5% ودي، لا هو الطبيعي ان ده ما يبقاش موجود اصلا خالص في اي مشروع. يعني ده هو انت شفتوه في اول مشروع في البروجرامينج وبس كده سلم، مش هتشوف ان الطبيعي ان هو اوف كورس ما يبقاش موجود، ولكن الطبيعي برضو ان البروجكت يبقى معروف الدرجه عليه بكام. وموضوع ان انت بقى تعملي سيت لبرايورتي، هل يا ترى اركز على البروجكت ولا اصل البروجكت على طول انت في تيم، فانت برضو مرتبطه بناس تانيه، فهو من الأول مفروض إن التيم لو هو عارف مثلاً إن الفاينلز خلاص كده وهنحتاج برضو نركز في الفاينلز، يبقى مثلاً الفوكس على البروجيكت ده نخلصه على طول. بالذات السيركتس ده ما كانش طويل قوي بالاثنين التانيين، هو بس طويل علشان المعيد قال لهم ما يستخدموش لايبراريز. تكلم جد؟ أنا استغربت الصراحة. بهزر ولا إيه ده؟ إزاي؟ إزاي؟ اللايبراريز كانت خلاص يومين ولا حاجة، بس هو الفكرة إن أنت يعني هو بس اللي ممكن تستخدم لايبراري ليه اللي هو الماث لايبرز، تحل مثلا ماتريسيز تستخدم فيكتورز حاجات من دي برضه. لا احنا كان في احكاب صح فاكرها دي، كانت بتساعد قوي في ال بالظبط. بغض النظر عن الحاجات اللي بتحل سيستمز اوف ايكويشنز، عشان انتوا على طول كلها تعملوها تحل في الاخر سيستمز اوف ايكويشن، فهو الطبيعي ان نبقى عارفين على طول البروجكت كله عليه كام درجة. وأي تفكير بيقول إنه ما نركزش على البروجكت ونركز على الفاينلز، مهما كانت الدرجات اللي عليه هي كبيرة، فإن حد يخسرها كلها يعني هو ده مش معتاد إن احنا نفتح سبريد شيت ونلاقي في تيم ما عملش البروجكت أو كده. لا هو أنا ممكن نقول باختصار يعني احنا بس يعني لما نكون مزنوقين في حاجه لازم بقى نرتب الاولويات، مين اولى مين هيجيب درجات اعلى، عشان كده مثلا بس مين الاعلى مثلا، هل لو انا ذاكرت الفاينل ولا انا ركزت في البروجكت، طب ايه اللي ركز عليه في البروجكت عشان اجيب درجات كده يعني. هقول لك ثاني يعني لو هنقول اجابه مختصره قوي، هنحط افتراضيا ان احنا من اول الترم بنحاول نكيب اب مع الدروس وما نتراكمش علينا حاجه، فلو جي دلوقتي وقت الزنقة أو لازم نختار برايوريتي، أنا شايف إن الأحسن البرايوريتي نحطها للبروجكت علشان ده كده خلاص شوية وهيخلص، وبعد كده هيتفضلي وقت قبل الفاينل ألحق اللي ما خلصته. مظبوط I agree مع ده تماما. وفي النهاية الفكرة إن الفاينلز على طول حاجة كبيرة برضو، يعني الفاينل في البروجرامينج 90 درجة ولا إيه؟ 90 وكل مسألة مثلا 25، ده كده بروجكت ونص ولا حاجة صح؟ ولكن في وقت يعني مش فاكر بالظبط، بس يعني مثلا كلاس ورك من 40، فأعتقد في تغيير حصل. يعني ايه الفاينل من 110؟ اكيد لا، هو يعني معروف انها 150، هو 40 من غير الميد ولا مع الميد؟ 40 بالمتر.
غريبة. هي المادة بقت من 100 يعني ولا سواء من غير الميد ترم؟ تقريبا انا خلاص لو من غير الميد ترم يبقى مع الميد هتبقى يبقى 24 يبقى 60 وتبقى ل 90 الفاينل، فهتلاقوا ان الفاينلز في النهايه هي الدرجات اوف كورس على حق. يعني لو قلنا ان 90 وقلت لكم ان الفاينل فيه اربع مسائل في الحاله ديت كل واحده عليها مثلا 22 ونص او حاجه زي كده، فلا اوف كورس خطر قوي لو نص المساله ديت غلط، يبقى كاني جبت في الميد ترم 10 من 20 او حاجه زي كده. فالفاينلز يعني هو السوليوشن ان لازم تحاولي على طول تعملي ساتسفاي للاثنين، تحاوليش حتى ان انت تحطي ان يا ترى ده في طريقه معينه ان ما اعرفش ساتسفاي ده وده، لا هو على طول هيبقى في طريقه ان شاء الله ان انت تعملي ساتسفاي للاثنين. ان انتوا تكونوا في التيم، دخلتوا على البروجكت على طول حاولتوا تفهموا على طول، لما حد بيعمل حاجه بيفهم الباقي كله، مهم قوي الموضوع ده، هو عمل ايه بالظبط، ممكن نعمل ايه. انما التيمز اللي بتبقى هاديه ومحدش بيقول حاجه، لا ده مش على طول، لازم يبقى التيم كله اكتف فيخلص البروجكت على طول. قول من سمع بس دلوقتي برضو يعني دلوقتي حضرتك بتقول ممكن التيم يعني يخلص البروجكت الاول بعدين ممكن نص التيم مثلا يتفق لا اذاكر واخلص الاول عشان ابقى في امان بعدين اشوف البروجكت، ونص ثاني لا، او ممكن واحد مثلا يشزعل ان مثلا هو ماسك جزء مهم. فمشكله التيمات دي يعني انا ممكن حليت مشكلتك اعمل في التيم من الاول بقى، انت تدخلي التيم المناسب، يعني انت بقى اللي بتعملي التيم، بتقولي يا ترى يا مثلا اي حد تدخل معايا تيم، انا بفكر على طول ان احنا نخلص البروجكت في اول اسبوع، البروجكت هم لسه منزلينه، عملت سيرش عرفت كذا كذا. فانت اوريدي وانت بتعملي التيم او انت بتعملي جوين التيم انتوا متفقين مع بعض، فهمتي قصدي؟ فهو ده الحاجه الاساسيه. على فكرة مش مستحيلة يعني، ده ممكن حد يخلص تيم في أول أسبوع حرفيا يا جماعة، ما تخافوش، في ناس عملتها عندنا حصل في اللوجيك ديزاين. يعني احنا في البروجكت بتاعنا في اللوجيك ديزاين كان في تيم خلص بعد، يعني هو كان أسبوعين، هو خلص في 3 أيام وأخد بونس هدية محترم، يعني بونس عشان هو عمل أكتر من اللي عليه وخلص في 3 أيام مثلا يعني. فهي اصل الفكره ان دي تبقى سبيشال كيس، اللي دي معناها ان في حد في التيم كان مثلا او اكتر من واحد بيعرف يشتغل على البي سي بي او كده، فالبي سي بي اكيد اصلا اسهل بكتير من انك تشتغل على السباجيتي اللي احنا كنا عاملينه بالاخلاق ده كل الكلام ده. كنا احنا بي سي بي اصلا انا حتى الانسمي احنا كنا معمدين بالعدد ما فكر البي سي بي ده احنا ما خدناهوش اصلا، دخلنا المعامل الطبيعيه. فهو من الاخر حاجه زي كده، من الاول وانت داخله التيم لازم يكون كله عنده نفس الفكره، ما ينفعش بعد ندخل التيم يبقى كل واحد عنده فكره مختلفه وكده وبس. تمام. اخر سؤال برضو بالنسبه للتيمات، يعني هل الاحسن نكون ان مثلا ان انا في ماده كذا ابقى مع تيم فلاني، وماده كذا مع تيم تاني، وماده كذا ابقى مع تيم تالت، يعني هل دي حاجه كويسه ان الواحد ينوع التيمات عشان يكتسب خبرات اكتر، ولا ده هيأثر في شغل البرودكت؟ انا بالنسبه لي بفضل كده عن ان انا اكون مع نفس التيم على طول، ولكن الحال التريفيال او الحال البديهي بيقول ان انت لو مع تيم اكس وانت مع تيم اكس عارفين الفات بروسس بتاع بعض كويس قوي، ندخل البروجكت نحاول نقتحمه على طول ونخلص نرتاح نبص على الاكاديميكس، يبقى هيكون سوليوشن محدش يقدر يقول عليه لا او مش حلو ان انت تكوني مع التيم ده على طول حتى في باقي البروجكتس وتبقوا ماشيين بنفس السكيم بالظبط. هي الفكره في موضوع ان انت تدخلي التيم كذا نفس التيم كذا بروجكت، لو دي مش متحققه اللي هو ان انتوا اوريدي اصلا مش شرط يكون عندكم نفس الثوت بروسس وكده، هو ان انتوا دلوقتي ممكن كلكم تركزوا على بروجكت معين وبروجكت تاني ما تركزوش عليه قوي مثلا او حاجه زي كده، فيحصل امبالانس او مش عارف. تمام. طيب بس فهي بتعتمد على التيم يعني، ولكن عادي يعني هي في النهايه بتبقى تشويس، زي ما عبد الله ما قال او زي ما انا قلت، انا بفضل ان انا ادخل التيم، وعلى طول بنحاول نخلي التيم نفسه اكتف، يعني بغض النظر عن مين في التيم نحاول نخلي التيم اكتف، نطمن ان كل حاجه شغاله وان احنا هنخلص قبل الديدلاين. يعني اعتبرني ده دور من ادوارك وانت في التيم نفسه اصلا. بس واحد
كذا تيم. انا نفسي كنت في 3 تيمات مختلفه، فهي الفكره بقى ان الشغل يتعارض، التيم ده عايز يشتغل دلوقتي والتيم ده عايز يشتغل مش عارفه في وقت تاني وفي نفس الوقت، فدي تبقى مشكله. فازاي حضرتك حليت المشكله دي؟ هو طيب ماشي، هو بالظبط ده يعتبر سايد افكت من ان انت تدخلي مع تيمز مختلفه، وكل واحد ممكن يكون ماشي بطريقه مختلفه. فلو كنت عملتي مع نفس التيم كان ممكن تحلي المشكله ديت، في نفس الوقت كان ممكن انت تحاولي ان انت تكوني في كل تيم السبب في ان هم كلهم يخلصوا، في ان كل التيمز تخلص اسرع. فاهم قصدي؟ يعني دلوقتي مثلا تيم اللوجيك ديزاين، وبالتالي تيم البروجرامينج، وفي كمان تيم السيركتس. ففي كل تيم انت مثلا تعملي المفروض تعمليه، وبعد كده برضو تشوفوا لو انتم مقسمين الحاجه، بعد كده تقولي طيب انا ممكن اساعد فلان معايا في التيم ان هو يخلص الحاجه بتاعته and so on، بحيث انه تخلصوا كله هنا وكده. يعني على طول لما يبقى في حد شايف ان هو مش عايز يشتغل دلوقتي وعايز يشتغل بعدين، ودي حاجه مش لطيفه قوي، اقترح ان انت ممكن تساعديه في الحاجه ديت مثلا او كده. غير كده لو انت يعني انا لما انا او عبد الله بنقول ان احنا بنفضل ان احنا نكتسب اكسبيرينس عن ان احنا نبقى مع نفس التيم على طول، فاحنا كسبنا فعلا اكسبيرينس، ناس مختلفه وفرندشيبس مختلفه وكل الكلام ده. بس ممكن يكون كسايد افكت بقى في موضوع ان الكونسيستنسي ديت، وان كان انا وعبد الله ما شفناهوش بس انت ممكن شفتي. يعني الموضوع في الاخر برضو بيمشي احيانا بالبركه. بالظبط، بالذات لو عملنا زي ما انا وانت بنعمل. لما انت لو عايزه في النهايه ممكن تقولي طيب مش شرط اكسبيرينس، المهم دلوقتي البروجكت يخلص اون تايم، وبعد كده نقدر نبص على الاكاديميكس لان في بريشر كتير قوي. ولكن خليني اقول لك ان الناتشرال ات ليست من الاكسبيرينس بتاعتنا ان مفيش اي تيم بيعمل كده، ومع ذلك عادي هيبقى في ناس بتطلع الاول والتاني والتالت والرابع بدون اي مشكله، لان هو بيحاول ان هو يبقى السبب في ان التيم يخلص البروجكت على طول. تمام، شكرا جدا. ان شاء الله البروجكت تبقى سهله معاكي على طول. معاكم كلكم بقى. معاكم كلكم مظبوط. اي اسئله تانيه؟ هو الباشمهندس اللي بيسجل لسه موجود؟ وكان اسمه ايه؟ هو تقريبا احنا هو عشان راح يصلي دلوقتي فيسجل وسوي سجل يعني لحد ما يجي. بس هو هيطلع اخر وقت. كان عبد الرحمن سات. طيب احنا غالبا خلصنا يعني. بالظبط. ماشي عشان نلحق المغرب. بالظبط. خلاص يبقى سلام يا شباب، لو ما حدش عنده أي سؤال. لا ولا حد عنده سؤال عادي يعني في أي وقت إن شاء الله يعني. بالظبط. طيب خلاص. يبقى السلام. السلام عليكم. السلام. شكرا لك. حبيبي.